الصغر ديالك انا كنت في واحد العائله متدينه او يعني كبرت مع ناس اللي كاين انشطه ديال الجماعات الاسلاميه شويه، انت كيفاش كان يعني الطفوله ديالك والشباب ديالك؟ واش كان شي تاثير الجماعات الاسلاميه ولا العائله كانت محافظه ولا كيفاش كان العلاقه مع الدين في البدايات؟ العلاقه مع الدين بالنسبه لي انا صراحه يعني الاسره ديالي يعني كانت محافظه، يعني ديك بواحد الشكل اللي هو معتدل، يعني ما كانش ديك يعني ما كانش اصلا العائله كلها، يعني ما كانش المنهج السلفي مؤثر عليهم، كانوا ناس متدينين عاديين. يعني كبرت بواحد البيئه، يعني الصغر ديالي دوزتو يعني في حي شعبي اللي هو بالنسبه لي اللي كيتماني عشت صغري كما نبغي نقولوا، فهمت؟ يعني في الدار، يعني والاسره الصغيره والعائله الكبيره، يعني ما كانش كاين شي تاثير منهم عليا فيما يخص التدين ديالي، يعني هذا تديني وانطلاقي نحو السلفيه وتشبثي بهذا الفكر هذا، يعني كان هو يعني صراحه اجتهاد مني انا، يعني انا اللي في واحد المرحله عمريه انا اللي قلبت على البلابيد دي، فهمت؟ يعني ما شربتوش من العائله ولا من الاسره. اوكي، يعني انت في هذا الوقت اللي بحال وليتي تتاخذ الدين بواحد الجديه، ان ديما هذه القضيه التحول السلفيه تيكون داك تولي تاخذ الدين اكثر من مساله غير ديال ثقافيه، راه صافي راه الناس تقدر تمشي تصلي الجمعه نهار العيد راه تتعيد مع الناس، ولكن تتوصل القضيه ديال انك راك باغي تولي اكثر جديه في علاقتك مع الله ومع الدين، يعني فوقاش وقع هذا الشيء؟ هو كان واحد التحول فين وقع، هو في واحد المرحله كنت شويه يعني مضغوط يعني ماديا ونفسيا، يعني حتى انه اعتكفت في البيت واحد المده، يعني تقريبا اسبوع ونص اعتكفت في البيت، يعني ما كنخرجش من الدار، ولسيء الصدف يعني كان في ذلك الوقت يعني كاين واحد الكتاب ديال الانسان اللي هو ديال عبد الحميد كاشك، وكان الجزء الثالث ديال صحيح البخاري كاين في الدار غايد عليهم الغبره وكذا، وهذه فهمت هذيك الجلوس ديالي في الدار في ذلك الفتره الحرجه بالنسبه لي اللي مريت منها في حياتي، يعني بقيت صغار جالس، يعني ما كاين حتى شي حاجه، انسان يعني بعيد كل البعد على شي حاجه سميتها الدين، يعني حتى الصلاه ما كانتش، فهمت؟ يعني نقطه التحول هو واحد، يعني واحد النهار انا نقول واذا جالسين في الدار وكذا، والظهر كيدان والوالده شنو قالت لي؟ قالت لي دابا انت جالسه ولدي في الدار، وهذه عمل فحال قرانه تمشي للجامع. فديك الساعه انا كنت بحال لي نقولوا عيد ديك الفتره اللي جالس في الدار، يعني كيتسمى بحال اللي جالس في الدار ما كنخرجش من الدار وكذا، وهذه فهمت بحال اللي عيد. فديك الهضره ديال الوالده ملي قالت لي مشي للجامع راه الظهر كيدان وصلي بحالك بحال قرانك، فاش برت انا شنو عملت؟ يعني ما كانش عندي شي بديل اخر، يعني تلقفت من هذيك الهضره بحال اللي كنت كنستنى، شبرت انا خي مشيت للجامع بحال الناس، صليت الظهر، ملي صليت الظهر رجعت للدار، دي العصر مشيت للجامع، صليت العصر رجعت للدار، دنت المغرب مشيت نصلي المغرب، رجعت للدار دنت العشاء مشيت نصلي العشاء، رجعت للدار جلست بقيت كنستنى الفجر، من هنا بقيت كنستنى الصلوات، يعني بقيت كيتما متلهف انني نسمع الاذان باش نمشي نصلي. ربما ديك الوقت اللي كنت عايش ديك المرحله هذيك اللي كانت نسبيه كما قلت لك حرجه في حياتي وكذا، بحال اللي بديت نلقى الخلاص من ديك العزله اللي عزلت فيها راسي انا. فمن هنا بدات يعني الانطلاقه في كوني انني مشيت للمسجد، من هنا اكيد يعني مع المداومه ديالي على الصلاه اكيد جلست واحد الفتره اللي ماشي طويله غيبان ديك الفتره ديال 2004 2005، يعني ديك الوقت اللي كانوا يعني كيتسمى المساجد باقي يعني نقولوا يعني ما مراقبينش بواحد الشكل اللي هو مكثف من طرف دولة، كانوا باقيين كيتسمى يعني هذوك السلفيه اللي كيقصدوا المساجد مازال عندهم فرصه انهم كيتجمعوا من بعد كل صلاه امام ابواب المساجد وكذا، فتحت لي الفرصه انه ربما فشي فجر من ديك الفجرات اللي كنت كنصلي، يعني تواصلت بالناس
خارج المسجد اللي هم سلفيين، وقفت يعني معهم وتهاودنا، وبحال اللي يقولوا باركوا لي بحكم انهم ولاد الحومه وكيعرفوا الماضي ديالي، انني كيتما انسان ماشي متدين، وانسان كيتما له علاقه من اللي بديت كنقصد المسجد بواحد الشكل اللي هو كاينه واحد المداومه. فوقع واحد التجاذب، وبقات من هنا يعني يعني وقع الارتباط ديالي بهاد الناس. فهما يعني شويه بشويه كنعقل واحد النهار اللي كنت ديما كنمشي عادي يعني للمسجد، يعني كيتسمى بصوا هاد الجينز او اي حاجه فهمت. فكنتفكر يعني اول واحد قال لي راك راه ما تحت الكوعين او شي حاجه بحال هكذا، شي حديث ديال النبي انه ما تحت الكوعين في النار. فالصاله اللي من بعد اللقاء هذاك ماشي درت شي لباس اخر تقليدي، مي السروال ديال الجينز طويته من رجلي فهمت، طويته من رجلي باش طبقت الحديث وحاولت يعني فهمتي يعني هذوك الكوعين باش ما يدخلوش النار فهمت. فمن هنا بدات ولا الجين سني جينز سني في ديك الفتره، الجين سني يعني كيتما غا كنطوي كنطلعوا شويه على الكوعين وصافي. شنو يعني قلتي بانك وليتي تمشي للجامع وليتي دغيا وليتي بحال تقول مواظب على الصلوات في الجامع، تمشي في الوقت، يعني شنو كان تعجبك في الجامع؟ واش كانت تعجبك ديك الراحه اللي تلقاها تما؟ واش تعجبك يعني الناس، تشوف الناس تما بحال واحد اللقاء مع بحال تتجمع مع واحد الناس اللي تشوفهم يوميا بحال من مره؟ شنو اللي كان تعجبك؟ واش الجو، واش الناس، ولا هو اصلا يعني اول يعني بداياتي مع المسجد هو كان هروب من ديك العزله اللي عشت ديك المرحله واحد اسبوع ونص اللي قلت لك عليها، يعني ملي هربت ملي قدرت او لقيت فرصه باش انني نخرج من ديك العزله ومشيت للجامع اللي كيتسمى اكيد راه كاين واحد الثقافه اسلاميه عندنا، حيت حنا في بيئه اللي هي مسلمه وفي الدار كلهم كيصليوا وكذا. ف يعني انا بحال اللي شنو بحالي تبت إن صحت العبارة، يعني ملي بديت نواظب على المسجد يعني نسبيا كانت واحد الراحة مقابل ديك المعاناة اللي كنت كنعيشها في ديك المرحلة اللي كنت معتزل فيها. فكينا واحد الراحة اللي حسيت بها في ديك الوقت هذاك أو عشتها أو ربما توهمتها، فهي اللي خلتني أنني نواظب بحثا على ديك يعني ديك الراحه اللي ما كنتش كنحس بها ولو انني في عزله ولو انني بوحدي، يعني ما كنتش مرتاح فهمت. يعني حتى بديت كنخرج ويضرب فيا الهواء وكذا، يعني تماك حسيت براسي يعني كاينه ديك الراحه حسيت بها في الاول بحال اللي كنت كنقلب عليه. نعم قلتي من بعد بديتي تخالط الناس تما، وهذيك المخالطه ديال الناس شويه تتعطي مو على الاقل الا هضرت على تجربتي انا، تتعطي واحد الاحساس بداك الانتماء بانك راك ماشي بوحدك، راه كاين الناس بزاف اللي معاك، يعني نتوما واحد الجماعه، واخا هي ماشي ضروري تكون مكتوبه جماعه ولا شي جروب حقيقي، ولكن تكون بحال راني غادي نتلاقى مع الخوت، راني غادي راه كاينين الخوت اللي تيسولوا عليا اللي انا تنهمهم. واش طورات العلاقه لهكا ولا بقيتي بحال تقول بوحدك غير هما مره تيلوحوا لك هضره بحال هكا تينصحوك ولا تيعطيوك شي حاجه؟ هي من بعد ما بدات كتطور يعني العلاقه مع هاد الناس اللي هما يعني كانوا ابناء حي ومع يعني يعني بداو كيشوفوا يعني حضوري يعني الدائم الى المسجد، وان صحت العباره يعني بدا لهم يعني مقدار الصدق الذي زعما فهمت يعني بديت به المشوار التدين ديالي، فاكيد يعني كانت واحد يعرضك انك تجي تشرب معاه تي في الدار، واحد كيتما يعطيك شويه الوقت يعني تجلس مع واحد الساعه ديال المدانه من بعد الصلاه اللي صليتي مثلا، وكتحس باللي كما قلت يعني كتحس باللي ديك يعني بحال اللي نقولوا ما بقيتيش بوحدك فهمت، حيت انا قلت لك يعني كنركز عليها فهمتي، كنركز عليها دون كيتما خجل ان يعني اللي ساهم في تديني هو كوني مريت من واحد المرحله يعني حرجه في حياتي هي اللي خلتني ربما انه بمجرد ما لقيت يعني يد العون يعني غير معنويا يعني ماشي ماديا يعني غير معنويا يعني لقيت الداعم اللي غادي يخليني ما نحسش براسي بوحدي وهذه، فكان انجرافي يعني بسهوله.
اوكي يعني هي داك كما تنقولوا من الاحتواء، يعني الاحتواء ديال الجماعه تيتبدل تيولي داك الانتماء، يعني تولي تحس براسك راك جزء من ديك الجماعه. واش وليتي تتحس بان كاين شي حاجه اكثر من مجرد انك غير تمشي للجامع وتتلاقى مع هاد الخوت وتدوز مع مقيات يعني واش بديتي تتحس بان كاين شي حاجه اكبر، او انك مازال بحال تقول ما وصلتيش لواحد النيفو طالع، ولا ربما هذوك الناس فايتينك؟ انا تنهضر دائما نحاول انني نفكر التجربه ديالي باش نعرف واش انت مريتي من نفس التجربه ولا كان داكشي مختلف. واش كنتي تتحس براسك ناقص شويه ورا مازال ما وصلتيش وخاصك تزيد تغلغل مع هاد الخوت؟ هو بصراحه يعني هادوك يعني الناس الاوائل اللي تلاقيت معهم يعني فيما يخص ثقافتهم ومعرفتهم يعني كانت يعني مرتكزه على بعض النصوص وكذا، وما كانش يعني كاين واحد ما كايناش واحد المعرفه، ما كايناش واحد الثقافه. وانا بصراحه يعني حتى وان كان يعني مستواي الدراسي هو يعني ماشي شي مستوى، مي حب الكتب والمطالعه وهذه من دائما يعني حتى من الفتره اللي قبل من خوضها التجربه الدينيه يعني كان عندي واحد النيفو نسبيا. فبحال هاد الناس هادو اللي كتكون انت يعني مبتدئ وعندك واحد الباجاج باش انك تما كتقدر تهضر، فبمجرد انه كتجلس وكتقرا مثلا حديث او كتشبر ديك الاربعين النوويه يعني كتحفظها بواحد الطريقه بواحد السرعه وكتبقى حتى انت كتناقش يعني هم يستبشرون بك خيرا او فيك خيرا، كيقولوا هذا السيد هذا راه هذه من افضل الله تعالى، حكم هذا السيد من براثين الفسق والفجور وكذا، فبعد ما هداه الله هو بدا نور الايمان يشرق في قلبه وفي وجهه والله فتح عليه يعني ابواب الفهم وكذا، وذاك الشيء يعني خلى صراحه يعني نتموقع بين يعني هذا بين يعني بعض الشباب اللي كانوا في الحي يعني ندير واحد البلاصه اللي هي محترمه نسبيا. نعم، او كما تيقول من ارى الله به خيرا فقهه في الدين، فما قالوا صافي هذا راه غادي نزيد. وكنت متعطش يعني دغيا كنبغي كنقرا كنفهم كنستوعب كنناقش ديريكت. صافي مزياله. اكثر اللي نسولك على الكتيبات او الكتب اللي كنتي تطالع في الاول، ولكن ذكرتي الاربعين النوويه، واش كانوا شي كتب اللي اثروا عليك؟ يعني كان عندهم بحال ولا ماشي ضروري اثروا عليك، كانت كتب مثلا محببه ليك تطالع فيها بزاف؟ هي صراحه يعني الكتب الاولى اللي بديت كنتصفحها وكنطلع فيها هي بحال هذه الكتب هذه اللي هي رياض الصالحين، اللي هي الاربعين النوويه، فهمت يعني هذا الجزء الثالث ديال صحيح البخاري اللي بلا شرح يعني كان غا يعني غا احاديث فيه، يعني كان عندي في ديك اللحظه هذه كان واحد الكتاب كيف اشرت يعني في الاول ديال سيد قطب، ماشي سيد قطب، ديال عبد الحميد كشكلي سميتو الانسان. فهنا يعني بدات كتكون عندي واحد فهمتي واحد الملكه معرفيه فيما يخص الامور اللي مرتبطه بالدين. وهذه وجدت ديك الفتره اللي كانوا فهمت يعني كان الانترنت باقي ما كاينش كيتما اذا منتشر بهذا الشكل هذا، فكانوا سيبيرات كاينين في الحي مع هاد الناس هادو اللي عرفت انا في الاول يعني كان توجههم السلفي، وسلفي كي تسمى فهمتي ولا يعني في العمق ديالو هو جهادي حتى وان كانوا في الاصل يعني لا يعلنون يعني بذلك ولا يعني ما كيعترفوش بديك الشيء بحكم يعني انت عارف يعني الامور كيف غاده وكذا. فيعني ملي كيكون الانسان سلفي وكيكون يعني توجهه يعني فهمت يعني وهابي، فهنا كتشكل عندك واحد الخلاصه ديال واحد التيار اللي هو مرتبط بشكل أو بآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتيار الجهادي العالمي. فهذه المرحلة هذه قلت لك كانت يعني كاينة السيبيرات اللي تحتنا الفرصة أننا ندخلوا للسيبير وأننا نقلبوا في المواقع الإلكترونية والمنتديات. وأنا من دائما كان طبعي وحسي توري
تمردي، فما ما ما ميلتش السلفيه التقليديه بين قوسين، هذيك السلفيه ديال المغراوي اللي كاين في مراكش شويه منتشره، وكانت حتى هنايا منتشره في ديك الوقت، بان ديك الحس اللي هو تمردي، كنت كنبغي شي حاجه اللي فهمت يعني تكون مختلفه. وهذا اللي هذا اللي خلاني انني ملي عرفت الموقع ديال شنو هذاك الموقع ديال ابو محمد المقدسي اللي هو منبر التوحيد، يعني هذاك صار يعني من المراجع الاساسيه بالنسبه لي، هذا منبر التوحيد، يعني واحد المنبر اللي هو كي تما فهمت يعني خدمني بزاف الوقت، وكنت يعني هذوك الكتب يعني خلينا من المقالات وكذا، يعني حتى الكتب اللي كانت يعني عباره عن كتب كبيره وكذا، كنت كنحاول انني كي تما نقراها ونشوفها من الاول، يعني حتى يعني ندوزها كامله، ما يكونش ديك يعني شد كتاب نقرا فيه شويه ونطلق له، لا كنشد كتاب وكنقراه بالنيه، فهمت، بالنيه الخالصه تعبدا لله، وفهمت من ثم عاود يعني في هاد المنابر الاعلاميه عرفت يعني الموقع او المنتدى ديال ابو قتاده الفلسطيني اللي كان ربما كان في لندن في الانجليز، ابو بصير الطرطوسي حتى هذا او كان من دعاة السلفيه اللي كان حتى هو في لندن، مهم واحد العدد اللي هما في هذه الشكل هذه، فالخطاب ديالهم يعني كان يستهويني في ديك الفتره هذيك وفي ديك المرحله هذيك، يعني كنت يعني على 2004 قلتي ياك تقريبا 2004 اوكي. سبقتيني شويه كنت باغي نسولك، ولكن جاوبتي ربما ديجا على السؤال ديال يعني دوك الناس اللي كانوا معك، يعني دوك الناس اللي قلتي الناس ديال الحي، شباب ديال الحي، واش كنتي يعني تتحس بان راه كاين شي حاجه ولكن غير معلنه، يعني راه كاينه ولكن ما تيعلنوهاش، كيما حنا عندنا داك يعني انا عشت التجربه ديال السلفيه، فكاين داك تقول داك الخطاب الداخلي وكاين داك الخطاب الخارجي، يعني ما تتبينش النوايا وما تتبينش الإيمان الحقيقي ديالك لأن فيه خطر، يعني تتخلي لك شيء دائما غير بين الناس. واش أنت دخلتي مع هاد الناس هادو لدرجة أنكم تتهضروا شرح من اللح يعني بيناتكم تتهضروا على شنو كاين؟ يعني أنا مثلا في التجربة ديالي كنا تنهضروا على فتح ألمانيا، يعني كنا تنهضروا عليها بكل وضوح، يعني فتح ألمانيا وكيفاش وهادي يعني عندنا ذاك اليقين ديال أن غادي نفتحوا غادي نحكموا شرع الله في هذه البلاد هذه، لكن هذا الخطاب هذا ما كانش يخرج لبرا، هذا خطاب غير مقبول، فبرا تتخرج واحد الخطاب مختلف ديال السلام ديال التعايش ديال الاسلام الالماني والاسلام الاوروبي وهذا، لكن في الداخل هضره اخرى. واش كان نفس الشيء عندكم، يعني ان بناتكم في الجماعه في واحد الجماعه مصغره تقولوا واحد الكلام اللي ما تقدروش تقولوه على برا؟ هو أكيد يعني الخطاب يعني السلفي هو في العمق دياله هو خطاب يعني خطاب متشدد، خطاب يعني فيه واحد بزاف يعني واحد الشحنة ديال الكراهية، واحد مي صراحة يعني بكل صراحة يعني هذوك الشباب اللي تعرفت عليهم يعني ما كانوش واصلين لديك المرحلة أنهم يعني يفكروا كما فكرتي تينا خي هشام، فهمت يعني كانت يعني فعلا كاين يعني كاين واحد المكاشفة فيما بيناتنا، يعني ما بقيناش كنخبيو على بعضياتنا، يعني كاين واحد يعني كاين واحد 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 الصراحة بيناتنا اللي هي فيها مناصرة أفكار ديالنا اللي هي كنشوفوها أنها حق محض، والمناصرة ديالنا للجهاد العالمي اللي كانت كتبناه ديك المرحلة هذيك اللي كتبناه تنظيم القاعدة، وكان أكيد يعني كان نقاش على هذا المستوى يعني غاهنا، فهمت يعني ما يعني صراحة يعني ما تطورش النقاش ديالنا باش أننا يعني كرو تكون كاينه واحد الكتله اللي هي كيتسمى فهمت يعني تقوم بشي انشطه اللي داخل البلاد او في يعني تكون يعني تكون انطلاقا منك انت، يعني فهمت يعني كاين مناصره للجهاد العالمي، كاين واحد الالمام بالمنهجيه ديال تنظيم القاعده وكيفاش كيفكروا وكيفاش كذا، وغالبيه كان عندنا واحد الشوق يعني باش نلتحقوا اراضي
بين قوسين اللي فيها الجهاد وكذا، وعلى رأسها يعني أفغانستان، أو ديك الوقت ديك المرحلة هذيك يعني أفغانستان ما كانش فيها العنصر العربي كيشكل شي 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 فارق. مي ديك الوقت كانت العراق يعني الإنسان عنده واحد الرغبة، يعني كاينه واحد الرغبه انه الانسان يلتحق باخوانه المجاهدين. و كانوا شي ناس معكم اللي حدثتهم نفسهم بالغزو يعني صافي قالوا راه حنا غاديين، ولا انهم قالوا لكم بان راه تيتسناو غير الفرصه، ولا لا كانت هذه الرغبه الالتحاق يعني بالمناطق اللي او بالدول اللي فيها هذه الحركات الارهابيه وهذه الحركات المتطرفه، يعني كانت واحد الرغبه يعني من طرف الجميع، عنده رغبه انه يلتحق. يعني كلنا يعني كنا كنشوفوا على انه هذه هي المناسبه اذا قدر شي واحد انه يلتحق صفوف المجاهدين. ف بالنسبه لنا كان واحد يعني كانت غتكون زعما شي حاجه مزيانه. ف يعني الشيء اللي كيتمناه الانسان المؤمن الموحد يعني الخالص هو انه يلتحق بركب المجاهدين وينال الشهاده كما سبقوه الى هذوك الناس اللي سبقوه. واش هاد القضيه كانت بحال اللي تتقلقك شويه ولا تتأرقك انك مثلا الناس الامه تتحتاج المجاهدين وانتم جالسين في المغرب ما تديروا والو، ربما عندكم باب من ابواب يعني ديال مفتوحه ديال الجهاد ولكن مريحين، يعني ما كنتوش تحسوا بواحد النوع من النفاق او انت يعني بلا ما نهضروا على الجماعه، ولكن انت واش كنت تحس كان تيجيك تانيب ضمير ديال فوقاش غادي نعاون خوتي انايا اللي محتاجيني وانا دابا غير مريح هنايا وما تندير والو. القضيه هذه ماشي يكون تانيب ضمير قد ما هو شنو نقول لك، يعني كتحس بالعجز، يعني ربما يعني كتكون يعني الظروف الماديه او في ديك الفتره بالنسبه لنا يعني حتى واننا كنتبناو هذا الفكر يعني بالنسبه على مستوى الحي او المدينه في ديك الوقت هذاك يعني ما كانش يعني كاين فرص، يعني ما كانش هذوك يعني المؤطرين او الناس اللي كتستقطب الناس وكت يعني باش تاخذ بيدهم او تحاول تدعمهم باش انهم يسافروا. فاحنا ذيك الوقت يعني كنت حاملين الهم ديال الامه، حاملين الهم ديال الجهاد في سبيل الله، مي ما كانش عندنا ديك القدره يعني باش نتواصلوا مع المجاهدين او مع الناس اللي كتوسط، او حتى حنا كيتم القدره الماديه ما كانش في ديك الوقت يعني ما كناش يعني قادرين اننا نواكبوا الجهاد يعني عمليا. فكانت دائما يعني الفكره كاينه في الراس، من القدره على تطبيق ذلك يعني والسفر الى ديك المرحله اللي كانت العراق يعني ما كانش، يعني عكس ما المرحله اللي كان فيها يعني الصراع في سوريا وكيفاش الامور يعني تطورت بواحد الشكل متسارع وكل شيء ولا بامكانه انه يسافر بلا ما تحتاج ربما اذا كانت عندك غير حلقه وصل داخل الاراضي السوريه، فمن يعني مجرد انك تفكر انك تسافر راك غتسافر بواحد الشكل اللي هو سلس، وحتى من الناحيه الماديه ولا الجهاد ارخص. فبحال دابا انا ملي مشيت لسوريا يعني كيتما ما احتجت يعني دعم من شي جهة وكذا، يعني بمجرد أن كاين واحد الإنسان اللي هو كان صديقي هنايا من شال تما يعني قبل مني، فملي كان عندي تواصل معه وكذا فتيسرت لي الأمور، يعني بمجرد أنني كان تواصل معه بحكم أنه كاين في الأراضي السورية وأنا كاين في المغرب، فجتني يعني ملي جاتني الفرصة فحتى من ناحية المادية يعني ماشي بزاف، يعني قطعت في العربية يعني بشي 6000 درهم يعني شي 600 اورو فهمك بالاليوروتور، يعني انت عارف يعني كتقطع الاليوروتور باش زعما كتحيد عليك الشبهات وكذا، يعني رخيص يعني ما بقاش ديك الجهاد يعني كيكلف ديك التكلفه اللي كانت يعني كانت صعيب انه الانسان يقوم بها بوحديته. فهمت هذه قبل من نهضروا بطبيعه الحال على اهم موضوع وهو الرحله ديالك لداعش، يهمني واحد القضية يعني ربما بزاف الناس باغيين يعرفوها سيرتو من إنسان بحالك اللي دار هاد التجربة هادي. دابا أنت في المغرب تأثرتي بالسلفية الجهادية، تأثرتي بهاد الفكر هذا، واش كيفاش كنتي تشوف
ذاك الراي الاخر يعني كيفاش تتشوف دوك الناس اللي هما تاهما مسلمين وتاهما تيصليو وكل شيء هادي ولكن تيعتبروا داعش ولا تيعتبروا هاد الجماعات هادي جماعات ارهابيه القاعده لا تموت للاسلام بصيله داعش لا تموت للاسلام بصيله هادو خوارج هادو ناس كفار كاع كاين اللي كفرهم فانت اللي متابع يعني غادي في الطريق هادي كيفاش كنتي تتعامل مع هاد الراي يعني هادو راه ماشي ناس مثلا من برا امريكان قالوا على داعش انها ارهابيه ولا هادو ناس مسلمين اللي تيقولوا هاد الهضره هادي فكيفاش كنتي تتعامل مع داك الراي المخالف يعني ملي تبنيت الفكر يعني ديال الدواعش نعم قبل يعني في هاد المرحله اللي كنتي متاثر فيها باغي تمشي للجهاد هو صراحه يعني من بعد ما يعني ديك الفكر يعني هذاك السلفي الجهادي يعني اخذ مني يعني واحد المساحه يعني اخذ واحد المساحه في عقلي واحد المساحه في قلبي فاكيد اكيد ان اي مخالف يعني كنت اصل الى درجه تكفيره دون اي مناقشه ديال اي مساله اللي يقدر كيتسمى يبرر بها الموقف ديالي فكين منهج واحد اللي هو صحيح والمنهج الحق الوحيد هو المنهج السلفي الجهادي فيعني وصلت لواحد المرحلة يعني أي مخالف لهذا المنهج فهو كافر إنسان يعني ماشي مسلم إنسان ما عندوش يعني أي ارتباط بهذه الأمة مهما كان سواء كان حتى هو كيدعي السلفية المعتدلة أو فالمنهج القويم والمنهج الصح هو المنهج اللي خديته واللي اقتنعت به واللي كيتما فهمت يعني بقيت كنحس به على أنه كيشكل واحد الجزء مني أو ماشي جزء مني ولكن كيمثل الحقيقة ديالي نعم هذا لكن هاد القناعة هادي علاش بنيتيها نورمالمون خاص تكون شي مرجعية بنيتي عليها هاد القناعة هادي يعني ما يمكنش تقول غير انا هذا هو الراي ديالي والاخر المخالف هذاك كنكفر ولكن شنو هي النصوص او المراجع اللي بنيتي عليها هذه القناعات يعني اول علاقاتي بهذا الفكر يعني بدات يعني من هذه المواقع والمنتديات اللي قلت لك واللي هي اكيد يعني تستمد يعني المنهجيه ديالها من القران ومن السنه الصحيحه بفهم واحد المجموعه ديال العلماء اللي هما معتبرين يعني بالنسبه لهذا الفكر هذا فانا ملي في الاول يعني ملي بديت يعني كنقرا يعني هاد الكتب اللي هي موجوده في منبر التوحيد فكلها يعني تتطرق الى الايات ديال الجهاد الى الايات ديال القتال والمهم بالنسبه لي في ديك المرحله كانت هو يعني فهمت يعني اي حاجه كتهضر على الحاكميه وكتهضر على الجهاد هذه هي المواضيع اللي كانت كتلفت انتباهي اكثر وانت عارف يعني هذا الموضوع هذا ديال الحاكميه والجهاد اذا تجمعوا في انسان فراه كيتما كيولي كارثه أكيد راه داكشي كله كان يعني فهمتي يعني بين قوسين مؤصل ومأخوذ من الكتاب ومن السنة ومن الأقوال ديال العلماء اللي هما معتبرين حتى عند السلفية هذوك كل ما كان العالم وكل ما كانت المرجعية قريبة إلى عهد النبوة فكيكون كيتم الأخذ منها بواحد الأريحية وبواحد الطريقة اللي ما كتكونش فيها واحد ما كيكونش واحد الارتباك ف من المنتديات الالكترونيه من الكتب الورقيه اللي كنت كنتعمد انني نشري الكتب ديال ابن تيميه الكتب ديال ابن القيم الكتب ديال ابو قدامى المقدسي ابن تيميه شريت الكتب ديك الصواعق وكذا وشي حاجه بحال هكذا وديك الصارم المسلول مجموع الفتاوى حتى هو كنت خديته يعني شي كتب اللي يعني فهمتي اللي فيها ابواب يعني هي كتب اكيد كتكلم في جميع الامور ديال الدين اللي فيها ابواب اللي عندها علاقه بالحاكميه وعندها علاقه بالجهاد هذه هي المواضيع اللي كانت كتستهويني فملي غادي نقراو الايات او النصوص يعني من الكتاب والسنه اللي عندها علاقه بالحاكميه وتقراها يعني من خلال هاد الناس اللي كنقول لك يعني اللي هما يعني المعاصرين كانوا في كل وقت هما هذا محمد المقدسي ابو بصير الطرطوسي ابو قتاده المقدسي هادو الناس يعني ملي كتقرا عليهم هاد المواضيع وكتصنت للمحاضرات ديالهم هما كيتكلموا على هاد المواضيع اكيد راه عرفتي ولا اذا مشيتي يعني تشوف يعني على من كيستندوا اكيد راه كاين ايات واحاديث وداك الشيء كيتما فهمت يعني ما تحتاجش تذكروا لي كثرته يعني انت كنتي
تسلح بهاد الامور هذه، هادشي اللي عطاك ديك القناعه ديال انك راك على الطريق الصحيح، ودوك الاخرين راه غادي يخربقوا، راك انت اللي عندك القاعده سليمه يعني دينيا اسلاميا راه قاعده صحيحه. وكانت كاينه واحد القاعده اخرى اسمح لي اخي هشام، اللي هي بالنسبه لي يعني وصلت لواحد المرحله اللي كنت كنشوف يعني اهل الحق بالنسبه لي ثلاثه يعني لا رابع لهم. اهل الحق كنقول يا اما مات يعني ميتين او في الحبس او مطاردين، يعني الاجهزه الامنيه العالميه تطاردهم، هذو هما اهل الحق بالنسبه لي. واي واحد يعني واخا تكون عقليته كما كان او ضميره او خلفيته او داك الشيء اللي مخبيه شنو ما بغى يكون، مي اذا كانت كتوفر في هذه الامور هذه فانت دائما كتعطيه واحد المرتبه اللي هي فهمتي كتسبقوا على كاع الناس، فهمت؟ راك 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 موتي من اجل هذا المبدا، راك تسجنتي في الحبس من اجل هذا المبدا، او مطارد من طرف اجهزه امنيه اي دوله من اجل هذا المبدا هذا. فهنا هذه هي القاعده بالنسبه لي اللي كنت كنحاول يعني كنقول هذا هو من ناخذ الحق، يعني فيك ثلاثه شروط انت صاحب الحق، ما كنتش ثلاثه الحوايج انت اهل باطل. أنت غادي مع علماء المحن ياك؟ غادي المحن حتى تمحن تخيش مع المحن حتى عشت المحنة. نبداو الرحلة ديال المحنة. أكيد كانت عندك، قلتي كانت عندك الأفكار ديال الجهاد أو الأفكار ديال أنك غادي تمشي للجهاد، وأنك كان يعني كنتي بديتي تخطط في راسك، ولكن تيجي واحد الوقت اللي هاد المخططات تتولي بحال اللي تتولي قريبه للحقيقه، يعني ما تتبقاش غير مجرد افكار وتنتمنى والله يفتح لينا شي باب وما كرهناش، هذه كامله هضره تتكون شويه فضفاضه. لكن فوقاش بدات عندك، هضرتي عليها شويه قبيله، كيفاش بدات ديك البوادر ولا ديك العلامات ديال او وهذا الشيء راه ممكن يتحقق؟ يعني راه ما داكشي واش بسبب ان شي وحدين تتعرفهم مشاو قبل منك، او شنو وقع بالضبط ديك الوقت؟ هذيك المرحله كانت كاينه هاد ما يصطلح عليه بالربيع العربي، كانت يعني مصر يعني كانوا الاخوان المسلمين في مصر كانوا شدوا الحكم بين قوسين، كان واحد وهذا كيتم دائما في خضم انني يعني احمل هذه الافكار السلفيه الجهاديه، فكنقول يعني الظروف المساعده اللي فتحت لي الباب امام السفر. فيعني كنت كان واحد المؤتمر اللي تجمعوا فيه يعني علماء، وهذه كارثه يعني صراحه بزاف العلماء اللي هما حاليا يعني يتصدرون يعني بعض المنابر الاعلاميه اللي كانوا هما بيدهم وانفسهم يعني كانوا حاضرين في هذا المؤتمر، خلينا يعني ماشي كانوا غسل فيه راه كانوا حتى يعني صوفيين بين قوسين، كانوا يعني كيتما مسلفيين، كانوا معتدلين، كانوا متجددين. يعني واحد المؤتمر في عهد مرسي اللي كان داروه في مصر، كانوا تجمعوا فيه يعني كاع العلماء المعتبرين على مستوى العالم العربي والاسلامي، كانوا كلهم تجمعوا في ديك المؤتمر هذا، وكانوا ناس حتى من المغرب كانوا حضروا تما، فهمت؟ فهاد المؤتمر هذا اللي خالص الى واحد البيان اللي قراه محمد حسان وقال بوجوب الجهاد، قال بوجوب الجهاد، قرا بيان يعني في القنوات الاعلاميه اللي هي كتسمى فهمتي ولا يعني فضائيات اللي هي مشهوره لا ما نذكروا الاسماء. فهاد هنا يعني وكانت يعني حتى سوريا في ذلك الوقت يعني كان العالم تقريبا كله متضامن مع الشعب ويقف ضد يعني نظام بشار، يعني حتى المغرب معروف انه كان يعني طرد السفير السوري من الرباط، كان المغرب من السباقين، داروا شي مستشفى ميداني في الحدود ربما ديال سوريا مع شي دوله اخرى. المهم يعني كانت واحد المعطيات اللي هي بحل اللي سهلت يعني بالنسبه حتى لهذاك اللي كان عنده واحد التردد، يعني سهلت عليه مأموريه انه يسافر بحكم ان غادي تسافر لواحد البلاد اللي غتوقف ضد واحد النظام اللي العالم كامل يعني ضده. هذه من الامور اللي بالنسبه لي انا خلتني انني كنت فهمتي يعني استسهل الامر.
وفعلا كانت الفكره. مي كيتسمى هذيك هي المرحله اللي بان لي الامر ساهل، وان الاوان الى انني نسافر لسوريا. وكما ذكرت يعني ديجا كان تما واحد الولد اللي هو ولد الحي ديالي، وكنت كنعرفو هنايا وكان كيعرفني هنايا، وهو سافر قبل مني فكان عندي تواصل معه، فهذا اكيد عاود سهل عليا موضوع انني نمشي دون ما نبقى نقلب على شي نوافذ اخرى اللي ممكن تخلق لي مشاكل امنيه. فهمتي؟ وي هاد الصديق اللي مشى قبل منك، الا ممكن تقول لنا شنو تقريبا الامور اللي كنتو تتهضروا عليها؟ يعني شنو كان، يعني اكيد انت كنتي تتسول كيفاش دايره الامور تما، كيفاش داير، يعني شنو كان تيقول لك؟ يعني شنو هي شنو هو الانطباع ديالو اللي كان عطاك على بحكم ان الشخص كان يعني مستوى المعرفي يعني ما ماشي حتى التم، يعني من الناس اللي هما نقدروا نقولوا عليهم اما يعني كيتسمى اي حاجه غادي يسمعها غادي ياخذها بلا يعني بلا ما يناقشها وبلا ما يحاول يفككها. وهذه فاحنا كنا كنشوفوا هنا كاين هنا مصادر يعني مواقع وكذا، وهذه اللي كتخليك انك توقف على شنو كيوقع في سوريا، ملي كتبقى كلها يعني عباره عن مشاهد او فيديوهات او مي الشخص يعني ملي كيكون تواصل يعني معاه مباشر فاكيد يعني غادي يكون واحد غيحاول هو يعني جهده انه يبين لك دائما ديك الايجابيات اللي كاينه اللي هما يعني احنا قويين هنايا، احنا كنعيشوا واحد المرحله ديال العزه ديال المسلمين، احنا كيتسمى فهمتي ولا يعني احرار يعني بما فيه الكفايه، وحنا في طبعنا يعني فهمتي يعني ما كنبغيوش ديك الضغط وما كنبغيوش ديك انه شي انسان يمارس علينا الوصايه ديالو. فهل الفرصه فاش انك تكون حر وانك تختار ديك الشيء اللي بغيتي، فاكيد يعني كان يعني كيبين لك هذيك الصوره المشرقه بالنسبه ليه، هذيك الصوره اللي هو شافها مشرقه ملي غنوقف عليها انا غنشوفها ماشي مشرقه. فهو بحكم انه انسان يعني كيسرط اي حاجه فاخذ الامور كامله على اساس ان هذيك هي هذاك هو المبتغى. فاكيد كان كيعطيني غير الصور اللي هي مزيونه وكيهضر معايا على اساس ان ضروري خصك تجي، حيت هذا هو الطريق الاسلم نحو الجنان وحور العين والكفر. هو ربما ايضا باغي يشجعك، يعني باغي يشجعك من باب التشجيع، راه يقول لك زوين ما الا عطاك الحاجه الخايبه انت ترد ديك الساعه ربما. يعني لا هو الاشكال هذاك الخايب اللي غنشوفه انا خايب هو ما يشوفوش خايب. اوكي يعني مستواه المعرفه هو هذاك الانسان كيكون يعني ما كاينش واحد ما كاينش باجاج، انسان عادي كيكون كتعمرو يعني انسان معمر وصافي. فهمت؟ ماشي انا صراحه انا دائما من طبعي انا اذا كنت كيتما شاد واحد الطريق كنتبناها يعني كنكون مقتنع بها وكنضحي من اجلها. فهمت؟ كما دابا يعني كيتما فهمتي ولا عندي واحد المسار دابا حاليا يعني فقدت يعني ديك الناس اللي كنت كنعرف فقدتهم كاملين، يعني صحابي فقدتهم كاملين، يعني حتى العائله يعني كيتما باقي واحد القله منهم اللي هما قرابين وكذا. فانا دائما ما كنقدرش نعيش يعني بجوج وجوه، كنحاول ما امكن نعيش انا، فما كنقدرش كيتما يعني سواء كنت متطرف فاعش تطرفي واعلنته وسببت راسي في الحبس وسببت راسي بزاف المشاكل، فكذلك دابا كنعيش واحد المرحله اللي كنحاول انني كيتما نكون فيها راسي، ما كنبغيش يعني ما كنسمحش لنفسي انني نعيش غير راسي. اكيد كاين بعض التحفظات وبعض الحوايج اللي لاسباب وكذا، مي كيتما على العموم كنحاول نعيش راسي. يعني حتى ديك المرحله هذيك كنت كنبغي نعيش راسي، يعني ما كناخذش الفكره من طرف وكنمشي عليها غدا، لا كنعطي الحق لراسي انني ننتقد. يعني حتى وانا اتبنى الفكر السلفي وحتى انني يعني وسط هادو الجهاديين وكذا، فدائما كنت كنعطي فرصه لراسي انني نناقش وانني نطرح مسائل وانني نعارض، يعني حتى انني يعني تعرضت لمشاكل كبيره كوني يعني عرضت بعض النقاط بعض الحوايج اللي كانوا كيتما هما يعني كيتبناوهم وكيدعيو ليهم وانا كنت ضد، يعني ولولا
انني في الوقت هذا يعني كنت اتواجد بين ابناء يعني بلدي ومدينتي اللي كنت انا يعني ملي مشيت لسوريا، يعني تواجدت بين الناس اللي هما مغاربه وناس اللي هما من تطوان وناس اللي هما يعني كيعرفوني يعني ديجا، يعني انا تماك يعني بلا قبل ما نفكر نهرب منهم او نشوف يعني فهمت يعني ما يعجبنيش يعني ما تعجبنيش المنهجيه ديالو، يعني غا بعض الامور اللي هي يعني كنت يعني كنناقشها تما، فكانوا هادو الدراري ديال المغرب وكذا كيقولوا لي واياك تصرح بها امام يعني غيرنا احنا اللي كنعرفو. فصراحه انا لو كنت موجود يعني مع شي ناس اللي هما غير هادو اللي كنعرف يعني كنت يعني رحمني الله صراحه فهمت. وكانت مسائل هي بسيطه، يعني اي واحد يعني فهمت يعني انا مازال اتبنى فكركم وانا موجود بينكم الا انني اخالفكم في كذا وكذا وكذا فهمت. مع ذلك يعني لولا انني موجود في وسط هاد الناس هادو اللي هما كيعرفوني كنت صافي، يعني كانوا قطعوا راسي في ديك الفتره الاولى التواجد معها. يعني خاص الطاعه التامه، ما تكونش طاعه مال عمياء، قاري شي كتاب عاود راسك، التعليمات تجي من الفوق صافي، تتبع التعليمات تفهمك وتزيد. نرجعوا شويه سينترلور، يعني تفتح هذا الباب ديال نقولوا تفتح هذا الباب من ابواب الجهات، القضيه ولات سهله. هذا الصديق اللي مشى قبل منك ربما يعني رد القضيه اكثر سهوله باش تمشي. فكيفاش دابا بغينا داك الفيلم ديال واحد السيد هو مريح في المغرب، كيفاش بدات الاستعدادات؟ يعني مشيتي دبرتي على صاك، بديتي تجمع المسائل اللي خاصك، الفلوس كي درتي، واش كاين شي كان شي واحد من 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 الدوله الاسلاميه يعني من داعش هو اللي اتصل بك، هو اللي قاد لك الامور ديالك؟ واش كانوا ناس في المغرب اللي عاونوك؟ يعني كيفاش كان داك بحال تقول اللوجيستيك، يعني مسائل لوجيستيه كيفاش كانت؟ يعني لو تعطينا هذاك الشيء يعني ماشي ضروري يكون طويل ولكن ملخص. انا دائما كنت كنحاول انني ما نخليش شيء يعني اذا قمت بشي فعل او فكرت ندير شي حاجه كنحاول ما امكن يعني حكم يعني في هذه المنابر والمنتديات ديال الجهاديين وكذا، يعني شي امور اللي هي امنيه وكذا، فالمسائل اللي كنقول انني نقدر نديرها بوحدي يعني ما ندخل فيها حتى شي واحد اخر باش تسهل عليا المواجهه، حيت دائما كتحط في بالك انك يمكن تعتقل، فملي يعني غتشد فكيكون كيتسمى فهمتي ولا يعني كتعاود الحقيقه مي بلا ما كيكون يعني كتسبب يعني في واحد المشاكل لاطراف اخرى. فالجهات السوري يعني صراحه ما كانش غالي بزاف فهمت، فستلف درهم ديك الوقت هذاك يعني كانت بالنسبه لي يعني واحد الكلفه اللي هي بسيطه فهمت، يعني كانت واحد الكلفه اللي هي بسيطه قدرت عليها. فنهار فكرت يعني صافي عزمت يعني من بعد ما كان عندي تواصل مع هاد الولد، فنهار اللي عزمت انني نسافر ساهل كما قلت، يعني مشيت شريت صاك جديد وشريت حوايج جداد وفهمت شنو ديتي معك في الصاك؟ خاصك تعرف دوك الفيديوهات ديال اليوتيوب، شي واحد يقول لك ها هو الصاك ديالي، ها شنو تندير فيه من تنسافر؟ فانت من يعني شنو الامور اللي فكرتي فيها؟ درت فيه واحد الكومبلي لباس اللي هو كيتسمى واحد الطراخي كنقولوا حنا الطراخ، يعني انتو يعني فهمت يعني تفاديا اي مشكل يعني عند يعني فهمتي الا تفتش زعما في المطار وكذا، فكانت يعني حوايجي اللي هي عصريه، مسائل اللي هي كتسمى عاديه، وكانني ماشي نغوز واحد 15 يوم في تركيا وغادي نرجع بحالي انسان عادي كتسمى، يعني ما كايناش شي حاجه اللي يعني تلفت يعني الانتباه، حيث كنت عادي يعني اصلا ملي كنت غادي نمشي يعني ما كاين لا لحيه لا قميص لا والو، انسان كيتسمى كما كتشوفني. فخديت واحد الحوايج اللي كيتسمى عاديه غادي نحتاجها في السياحه ديالي لتركيا وصافي، يعني ما كانت شي ولكن اكيد كان عندك واحد بحال تقول البلان يعني ديال انك من تهبط في تركيا، يعني كاينه خطوات اللي غدير، يعني كانوا ناس اللي عاونوك اكيد
أكيد 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 يعني بمجرد كي تم فهمت يعني طلعت الطيارة من هنايا من المغرب يعني غنزلت في المطار ديال إسطنبول، يعني أكيد كاين تواصل يعني مع هذا الشخص هذا هو نيت اللي كي تم فهمت يعني يعني كان قريب لي يعني قريب بالنسبة لي قريب عليا، فكان تواصل فأكيد يعني كاين ديك المافيا ديال التحرير وكذا، كان واحد جوج تواركة هما اللي تلاقوني يعني مع المطار وخداوني حتى لواحد المدينة اللي هي حدودية بين تركيا وسوريا. أكيد كاين يعني ماشي غير بوحديتي يعني وصلت لاسطنبول، يعني اكيد لقيت كاين الناس اللي كيستناوني تما ديجا اللي هزوني كي تما من تما لواحد المنطقه حدوديه، دوزت ديك النهار هذاك في واحد الاوتيل تما ارتحت كليت هذه فهمت، فلا غت ليه كي تما غادي يوصلوني هما يعني الحدود مباشره، فغندخل بواحد الطريقه اللي هي سهله زعما صراحه لو كانت الحدود العالم يعني بديك الشكل ف العالم غيكون مقرب الكامل اخي هشام. حدود ما فين ولا حنا صح حتى هذا كتدخل وكانك دخلت تصلي الجمعه اخي. انت في سوريا انت في تركيا بحال بحال. انت في سوريا انت في تركيا انت في ناطق بين ناطحه السحاب وعالم واللي راه في ديك الوقت كانت كتواشي 4 دراهم ولا 5 دراهم وديك الشيء مزيون وكذا، انت في ادغال سوريا و... اه عجيب. ديك السفر ديالك يعني راه واقيلا شحال من ساعه الطياره تنظن تكون اكثر من 5 سوايع ولا شي حاجه باش ست ساعات واقيلا شي ست ساعات كنا في تركيا. هاد الطياره هادي وهذا الطريق من اسطنبول للحدود ديال سوريا واش ما جاكش شي وقت يعني كنتي معك تي بوحدك اكيد واش كنتي تفكر سيرتو في الطياره من بعد ربما كنتي مع ناس لكن في الطياره مثلا كنتي بوحدك واش ما جاتش بعض المرات افكار ديال او شك ديال واش انا غادي في طريق مزيانه راه القضيه فيها مساله موت وحياه راه قضيه مصيريه راه عندي اهل في المغرب راه عندي اصدقاء ربما انا على خطا حتى دينيا ربما هاد الناس هادو فعلا راه ماشي على الطريق الصحيح او كنتي عندك يقين تام بان داكشي اللي تدير هو الصحيح. صافي ديك الساعه كنت مطموس ديك الساعه كنت كنستنى غير بقاش نوصل لتركيا وحتى تركيا ما كراش ما ننزل فيها، كنت كنقول يا ريت لو كنت كي تسمى الطياره تنزل ديريكت سوريا ونتلاقى مع اصحابي وحبابي يعني فهمت يعني شبعان فهمت يعني شبعان ايديولوجيا وشبعان افكار وخصني غا فهمت خصني غا نوصل فهمت خصني غا نحط في ارض الشام المباركه. ولكن واش الوجود يعني هاد الناس هادو اصحابك اللي كانوا تما واش كان عنده واحد الدور انك بحال اللي كنتي في شوق انك تلاقى الدراري وهذه لو انهم ما كانوش يعني كانت فعلا غير انت بوحدك انت اول واحد مشى ما كاين حتى شي واحد واش كان الامر غيكون مختلف؟ اكيد غيكون الوضع مختلف لان باش نكونوا منطقيين لان باش غادي نلتحق بواحد الجهه اللي فيها يعني واحد البؤره ديال التوتر حيت هكذا تسمات يعني تسمات في القانون باش توصل لواحد البؤره التوتر اللي هي ارض الجهاد فاكيد خصك يعني فهمتي خصك حلقه توصل يعني ما يمكنش يعني هكذا وصافي وتوصل يعني ضروري خص الانسان اللي غيضمنك والانسان اللي غيزكيك فما سبقك حتى شي واحد كيعرفك اذا ما غتمشيش يعني واخا تكون عندك رغبه صادقه فما غتمشيش يعني ضروري شي واحد يزكيك اللي يقول ان ديك السيد هذاك يستحق ان يكون بيننا ما كانش شي واحد يعني كيعرفك تما فاكيد يعني من ناحيه تقنيه نعم اللي قصدت اكثر هو الدعم النفسي يعني المساله يعني ان كاين واحد الناس غتلاقى معهم ما تحسش براسك غريب او تدير واحد التجربه غريبه اللي اكيد ان ملي تكون بين صحابك وبين الناس تتعرفهم تتكون المساله اسهل. الغريب في الامر هو انه كيتسمى هاد الناس هادو يعني يلا كتلاقى هاد الناس يعني واخا كتكون ما كتعرفهمش كتولي بحال اللي كتعرفهم لان ديك الطريقه باش كيستقبلوك وديك حفاوه الاستقبال وديك العنايه بك يعني اول ما كيشوفوك اول ما كتلقاو راه كتنسى حتى اذا كنت تعبان واذا كنت عيان واذا كنت ماشي هو داك راه كاين سواك في كل شيء صراحه وحتى ديك النقص او ديك الفراغ اللي ربما غادي يكون عندك كيحاولوا اما امكن يملؤوه وانت بخير وانت مزيان وانت كيتما يتهلاو فيك وصافي يعني بين خوت مزيان
على هذه القضيه نيت؟ يعني انت يا دابا تجاوزتي دستي الحدود، ضربتي عاوتاني الطريق بزاف من مور الحدود ولا كان داكشي قريب؟ لا ما كانش ما كان ما كانش ما كانش ما كانش بزاف الطريق بحكم كيتسمى يعني هذا في الحدود، يعني دخلت للحدود السوريه من 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 الحدود يعني ملي كندخل يعني كاين واحد الساعات قليله، جوج ساعات ربما وكذا شي حاجه، المهم ثلاثه الساعات بين انك جلستي بين انك كذا بين انك تما جم وراك الانسان اللي غادي يوصل لك يعني فهمت، حتى المضافه يعني ما كانش شي وقت بزاف اصلا. ديك المناطق هذيك كلها كانت تقريبا يعني في يد المعارضه، والمعارضه كانت متشكله يعني من بزاف ديال الجماعات اللي من ضمنهم كانت داعش. اوكي، يعني انت دستي يعني دستي مناطق ديال المعارضه وتوصلتي للبلاصه اللي فيها اصحابك، يعني كنتي غادي عند هذيك غادي لديك البلاصه اللي تلقى فيها الناس اصحابك او الناس اللي تعرفوك او الناس هذه. فمن وصلتي لتما، يعني دابا دخلتي لتما، شنو هو اول انطباع كان عندك؟ واش بحال اللي لقيتي داك الشيء اللي كنتي تتسنى، لقيتي شي حاجه اللي حسن من داك الشيء اللي تتسنى، ولا لقيتي شي مفاجاه ما عجبتكش؟ اول ما وصلت يعني وصلت للمضافه، هذه المضافه كي تما فهمت يعني غادي نلقى فيها ناس اللي هما ولاد المغرب ولاد تطوان، يعني ما كانوش فيها برانيين، فلقيت راسي زعما في ديك المرحله هذيك بحكم انني متشبع بافكارهم، يعني بحال لي راسي بحال لي راني وسط عائلتي، يعني ما كانش اشكال. المضافه كانت مهيئه، كاين اكل كاين شرب كاين واي فاي كاين يعني كيتما الامور هذه كامله موجوده، فما ما كاينش مشكل من هذه الناحيه يعني لحد الان ما كاينش مشاكل وكل شيء على ما يرام. كيفاش كان الانطباع ديالك على الناس؟ يعني انت ربما مده طويله ما شفتيهمش، او لان احنا كنا عندنا تصور شفنا الفيديوهات ديال المجاهدين، ولكن ماشي بحال من تكون في ارض الواقع، يعني من توصل تيكون واحد الانطباع ربما مختلف. الواحد تيمشي تيتسنى بان راه يوصل ما نعرف الغزوه بدر والملائكه وشي شي حاجه ربانيه وهذه نورانيه، ولكن تتوصل تلقى داك الشيء عادي صراحه. وديك الإشعاع النوراني اللي كيتعطى لهاد الناس، وأنهم يعني خصوصا من المريدين ديالهم وكذا، يعني من عند التحقيق كتلقى ما كاين لا نور لا حتى حاجة، كتلقى الناس بساط عاديين، الناس كتلقى الشعر عنده واحد المدة مما طلق الشعر، الإنسان كيتسمى باللباس الأفغاني، يعني فهمت يعني شنو كيخليك يعني غير هو داك الإنتماء ديالك العاطفي ليهم والفكري والمنهجي والعقادي هو اللي كيخليك تشوف فيهم على أساس أنهم ناس متنورين وكذا، وإلا صراحة ما نهار اللي كتفيق كيبقاو يبانوا لك وحوش. يعني صراحة يعني في الأول يعني كتشوف ديك ديك الساعات الاستقبال وكذا كيبان لك انسان عادي انه استقبلك ووضحك انت كيعرفك اكيد راه غادي يتعامل معك مزيان، وحتى بيناتهم راه كاين ديك بين القوسين ديك الرحمه وديك الرأفه، مي الناس اللي هي كتحمل واحد الكراهيه للمخالف بواحد الشكل اللي ما تقدرش تتصور. وصلتي تما تلاقيتي الاخوه رحبوا بك مزيان، لحد الان كل شيء داز مازال ما شتيش شي مفاجات خايبه يعني، ولا كانت شي حاجه خايبه بانت لك شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ولا كل شيء الامور كانت مزيانه لحد الان؟ لا صافي، هنا كتوصل لواحد المرحله ملي كتشوف هاد الناس هادو كيبانوا لك على اساس انهم واحد المجموعه اللي هما شبه متمكنه، خصوصا في بعض المناطق، وفي ديك المرحله هذيك كانوا يعني ماشي غير بوحدهم، يعني خصوصا دابا انا ملي مشيت الريف حلب اللي ما كانوش فيها كيتما الدواعش اللي هما كيشكلوا تنظيم الدوله، كانوا هناك فصائل اخرى اللي على راسهم الجيش الحر وجبهه النصره والمهم بزاف كانوا ديال المجموعات اللي يعني من الامور اللي هي خايبه يعني اول يعني ما يعني تصدمت به هو كم الحقد اللي كاين في نفوس يعني المنتمون الى 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 تنظيم الدوله لهذوك الناس المخالفين اللي هم يعني في التوجه السياسي بين قوسين او التوجه العسكري بين قوسين، فكم الحقد يعني لديك الناس
يعني رغم انهم يعني كيتقاسموا معاهم نفس المنهجيه ومصادرهم واحده ومرجعيتهم واحده وكلهم سلفيه وكلهم كذا، الا انهم يعني وبحكم ان هذوك الجهات يعني ما انضموش تحت يعني رايات الدوله الاسلاميه اللي هي داعش، فكاين واحد الحقد اللي هو بنادم ما كرهش يعني استأصل ديك الناس يحيدهم من الطريق باي طريقه من الطرق وباي شكل من الاشكال. وانا في ديك الفتره هذيك يعني باقي ما كنامنش، وفعلا عمري ما كنت كنامن، وهذه من المشاكل اللي كانت كتوقع لي على اساس انهم دوله. وحتى البيعه ديالي لهم كانت يعني من المفارقات، وكانت بيعه غريبه واللي هي كانت بيعه لمجموعه مقاتله، ما كانتش بيعه خلافه او بيعه دوله. فكنت ارفض رفضا باتا انني نقول عليكم دوله، حيت انتم ماشي دوله، ما قادرينش تحميوا الجو، ما قادرينش تحميوا الارض، ما قادرينش ديروا حتى حاجه. يعني كتما ما كاينش دوله، كاين جماعات مقاتله وكذا، فانا نضويت من تحت منكم يعني. وكانت كاينه هذه الامكانيه، يعني ماشي انا هو اللي يعني انا هو الاستثناء، مي كاينه هذه الامكانيه كانت يعني اتبايع على اساس انها دوله فلك الحق في ذلك، اتبايع على اساس انك بايعتي واحد الجماعه اللي هي مقاتله فلك الحق في ذلك. انا كنت من ضمن الناس اللي بايعت على اساس انكم مجموعه مقاتله، انا مضويت من تحت منكم بحيث شفتكم ربما الجهه الغالبه والجهه اللي ممكن في تصوري انذاك انكم تقدروا تديروا شي حاجه مزيونه مستقبلا لامه الاسلام بين قوسين. يعني انت البيعه ديالك كانت البيعه البغدادي على اساس انه امير جماعه وليس خليفه وليس امير جماعه. وكان عقل انا النهار اللي غادي نجلسوا نبيعوا، يعني تقريبا كنا يعني البيعه هي كتكون يعني في واحد المكان اللي كيكون فيه بزاف الناس، يعني العشرات يعني او الا ما اقول المئات يعني، وكيكون واحد الانسان اللي هو يعني من جهه البغدادي، يعني من جهته كيكون من الناس اللي هما قرابين عليه او من شيخ من شيوخ يعني اللي هو عنده علاقه بالدين وعنده علاقه بهذه القضيه الشارع وكذا. وطنجي كنت جالس، فهنا كنت انا واحد الانسان تونسي، يعني تشوف يعني واحد العدد الناس اللي كانوا جالسين معنا في ديك الوقت اللي غادي نبيعوا حنايا، كان واحد العدد من الناس، فكلهم بايعوا على اساس ان التنظيم هو دوله وبيعوا البغدادي على الخلافه. كنت انا واحد تونسي اللي كنا استثناء في ذلك المجلس هذا، كانوا استثناءات أخرى، يعني نقول لك المجلس اللي غادي نقدموا فيه البيعة احنا كنا استثناء أنا واحد تونسي اللي قلنا احنا كنبيعوكم على أساس أنكم جماعة مقاتلة، يعني فهمت يعني في إطار يعني اشتغالكم مع بزاف الجماعات أو كذا من أجل تحقيق واحد الهدف اللي هو أسماء اللي هو الخلافة اللي هو كذا اللي ما زال ما وصلنا له شيء. أوكي خلينا نرجعوا للحظة اللي استضفوك فيها، ريحتي، يعني كيفاش كانت الخطوات من بعد؟ وراوك مثلا البلاصة فين غتكون، قالوا لك مثلا شنو الوظيفة ديالك غتكون، شنو واش عطاوك واحد خريطة الطريق ولا غير خلاوك مريح تما وتتسنى شنو غيوقع؟ صافي كتدخل للمضافة كتريح في المضافة واحد الوقت، هذاك الوقت اللي كتجلسوا في المضافة انت كتكون بين الناس اللي ديجا كتعرفهم. فكان انا طلبت منهم انني ننتقل للجهه اللي ما بقاش غير في المضافه، ننتقل للجهه اللي تكون نسبيا فيها الخدمه، يعني فهمت، اللي تكون فيها يعني اللي تكون متوتره يكون فيها مشاكل. فانا اللي طلبت منهم في الاول انني صافي بحال ما ديك الروتين، يعني حسيت بالملل انني جالس غنكون كتي وكذا وما كاين حتى حاجه الماكله والشرب وكذا، فهمت. فكنت هزيت لواحد البلاصه اللي كيتسموا كيعملوا فيها الرباط، هذاك الرباط اللي هو الحراسه، نقول الحدود يعني بالمفهوم يعني الدول الحديثه هي الحدود. هذه الحدود كانت بين فصائل ماشي غير الدواعش، حيت هذه الحدود هذه كان مسيطر عليها من طرف الدواعش ومن طرف بزاف ديال المجموعات اخرى، مي كانوا كيتقاسموا الشغل اللي حمايتها وحراستها في مقابل الجهه الاخرى اللي كان فيها الجيش ديال بشار وجيش النظام الانصار ديال الجيش ديال بشار. يعني هذه المنطقه هذه فغتكون كيتسمى فهمت، هنا كتبدا انك كتاخذ واحد جوج ساعات ديالك ديال الحراسه، كتبقى كيتسمى كدوج ديك جوج ساعات ديالك انك واقف في السيرفيس، ومن بعد عاود كترجع بحالك كتكون وتراه، الا كتريني تريني، الا كتنعس نعاس، الا غتواصل مع
شي وحده كتبغيها تواصل يعني هذا هو الروتين اليومي ياك، فيه شويه ديال الرباط وشويه ديال فيها. اوكي جميل، اذا بديتي يعني عطاوك لباولك هذه الرغبه ديالك، مشيتي لهذه البلاصه هذه اللي فيها الخدمه نسميوها الخدمه. نعم، وكيفاش استمرت يعني كيفاش دازت الامور من بعد؟ واش صافي حسيتي براسك مستقر مزيان؟ حسيتي بدك الروتين ديالك اليومي غادي مزيان؟ حسيتي بديتي دير علاقات، او بداو تيبانوا حزازات ولا مشاكل، ولا بدا شويه ديال بحال تقول شويه ديال التامل في القضيه؟ واش كنتي متاكد بانك درتي القرار الصائب وانت دابا في بلاصه مزيانه في حياتك وغادي مزيان، ولا بدا شويه ديال تانيب الضمير ولا تساؤلات تيجيوك في راسك؟ لا، فهاد الساعه كي تما فهمت يعني ملي التحقت بهذا المكان هذا اللي هو عباره عن الحدود ان صحت العباره، فاكيد غادي نلقى ناس وكاين نقاط يعني، وانا كنت في واحد النقطه معينه اللي جالس فيها، وكاين نقاط اخرى انا كاين هنا مع واحد المجموعه اللي فيها من 10 11 حتى 15 على حسب، وكان عندك تما فهمت يعني الوقت اللي ممكن انك تدوزو غدوز واحد 15 يوم يعني جوج الاسابيع، ومن بعد عاد كتمشي في حالك الطرفه يعني كتقصد البلاصه اللي بغيتي ولا المدينه اللي بغيتي. طبعا البلايص اللي هي اللي ما كاينش فيها يعني النظام ديال النظام السوري يعني النظام ديال بشار، يعني كتختار انت كدوز واحد 15 يوم في ديك الخدمه هذيك، من بعد كتختار راسك فين غتمشي دوز واحد المرحله بحال نقولوا العطله كدوز فيها واحد المده وكذا عاود كترجع فهمت. فانا في ديك الساعه ملي وصلت تم يعني اولا يعني اول الامر يعني كنت رافض انني كيتما صافي يعني نخلي ديك البلاصه صافي. وصلت هنا ارتاحيت، لقيت مع الناس كذا، كنت فعلا يعني كندوز واحد المده كنخرج للمدينه ولا نخرج من كذا نمشي نتقدى الى بغيت شي حاجه وكذا، مي عاود كنرجع لتم فهمت. هذيك البلاصه بحال اللي صافي يعني ولات هي البيت يعني هي الدار، هذيك هي البلاصه اللي كانت فهمت، هذيك هي الشرفه التي كانت تطل على العالم الاخر فهمت. جميل. كيفاش كانت يعني التنظيم ديال الامور؟ يعني كنتو نتوما مثلا ولا كيفاش نقولوا لها يعني الرتب؟ يعني كان عندكم امير مثلا نتوما 10 ولا 15 كان عندكم الامير ديالكم، وفوقه كان عاوتاني واحد خور؟ يعني واش كنتو تشوفوا قادات كبار ديال داعش ولا كانوا بعاد عليكم؟ القادة الكبار يعني صراحة يعني باش نكونوا منطقيين يعني باش غتشوفهم ما يمكنش أسباب أمنية طبعا. تشوف يعني نهضر معك يعني تلقى ترامب وتلقى بايدن وما تلقاش كيتما غا الثالث ولا الرابع بالبغدادي يعني صراحة يعني كاين واحد الشغل أمني بالنسبة ليهم يعني ما يمكنش، يعني شي حاجة اللي هي من سابع المستحيلات يعني تموت وتمشين عند الله وتشوف الله ربما كي تما فا وما تشوفش يعني كاين امراء فعلا كاين واحد التراتبيه هذوك الناس اللي هم قرابين منك كي تما، فالمضافه عندها امير هاد البلاصه فين مشيت يعني هاد كاين نقاط النقطه فين كاين انا كاين امير وهكذا كتمشي الامور فهمت يعني ما يعني وشوف هو حتى شوف يعني الامير شنو الدور ديالو هنا يعني ماشي ديك المفهوم انه يعني كيتما غادي يسيطر على حياتك كلها، انت دابا انت في واحد البلاصه اصلا انت صافي بحال اللي كما كيقولوا هما يعني روحك بين اكفك يعني في يدك يعني ما اصلا انت يعني في نظرهم هما يعني ما غتسوقش يعني للامير ولا حتى حاجه، حيت انت صافي اصلا سبلتي راسك لله وكذا. الدور الامير هو انك يكون واحد الانسان اللي في عود دابا حنا جالسين بعشرة يعني كلها غير غيب الغاء او كلشي غيغني الليله كيف كيقولوا، ف كيكون امير باش من اللي تجلسوا في العشيه غتبغيو مثلا ديروا شي قراءه القران ولا ديروا شي تخربيق على اذا كيتما كاين يعني ما يعني دوره ما كيكونش شي دور اللي هو فهمت يعني ماشي شي دور اللي هو يعني رمزي اكثر من انه فعلا رمزي اكثر من ما هو يعني عملي او انه يعني ما اوكي مفهوم عنده شي دور كبير. وبالنسبه يعني الموارد الماديه كيفاش كانوا تيخلصوكم تيعطيوكم سالير ولا كنتو كيفاش كنتو يعني ولا كانوا شي حوايج فابور تاخذوهم كيفاش كانت الامور تتخدم؟ كتاكل
يعني الاكل موفر يعني كيتم يعني كتاكل يعني الماكله موجوده يعني على اختلافها كيتم الفروته موجوده الماكله موجوده الخبز موجود يعني داكشي اللي غادي المهم غتاكل وغيفيض عليك الخير كاين غتلبس كاين لبس يعني كيتم اللباس موجود يعني داكشي كلشي متوفر مي كاين عندهم واحد الفتره هذيك الفتره 15 يوم اللي كتعديها انت في الخدمه يعني كيكون يعني فهمت يعني كيكون ديك الوقت هذاك كيعطيوك واحد المبلغ اللي هو كيتم صراحه رمزي مي انت غادي تمشي تدوز مثلا واحد الوقت اللي ما غتحتاج حتى الحاجه يعني عندك موتور ولا عندك سياره ولا عندك شي حاجه راه كلشي غتعمر المازوت باطال غتعمر ليسانس باطال غتمشي كاين الماكله الماكله في المضافات في المقر ديالك كاين غتاكل كاين غتشرب كاين اللباس كاين يعني الفلوس ما كانوش كيتحتاجوا بزاف ولا شي حاجه بحال هذا مي كان واحد المبلغ رمزي اللي بالنسبه لي ما بقيتش عاقل زعما واحد المبلغ اللي هو رمزي فهمت يعني واحد 15000 ليره كانت واقيله اسبوعيا ولا على جوج الاسابيع 15000 ليره كل 1000 ليره واقيله كانت كتساوي شي 50 درهم ديالنا ولا شي حاجه بحال هكذا فهمت اوكي يعني شي حاجه ماشي ولكن غالي غاليه الامور تما ولا كيفاش المستوى المعيشي كي داير بالنسبه لي ما كانش كيبان شي حاجه انها غاليه كنقول لك يعني بالنسبه لي كلشي متوفر فهمتي يعني كلشي متوفر كلشي كاين يعني فهمت يعني الاشكالات اللي ممكن يعانيوها الناس اللي ما عندهمش ما ياكلوا ولا كذا كاين شي تما حنا كنا بعادين عليه اوكي لا كاين الماكله كاين الشراب كاين اللباس كاين اللباس كاين كذا هذيك كتبقى لك غتمشي الا غادي تشرب شي قهوه غتاكل شي حاجه تشرب شي شي انرجي ولا شي تويشيه غتشري شي حاجه بغيتيها كيتما زايده فهمت انتوما كنتو تخالطوا مع الشعب ولا ما كنتوش تخالطوا كنتو بعاد عليهم عادي 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 تتخالطوا مع الشعب كي داير كي داير الاحوال ديال الشعب يعني دابا هضرتي على الاحوال ديالكم نتوما الماكله متوفره كلشي مزيان ولكن كيف كانت الحاله ديال الشعب واش حتى هما عندهم الحق ياكلوا فابور يديروا اللي بغاو فابور ولا كيف الشعب السوري نقدر نقسمه لك على قسمين كاين واحد القسم اللي استفاد واحد الاستفاده كبيره وعظيمه من المشاكل اللي وقعت فيها سوريا اللي قدروا كيتسمى فهمتي كيفاش يستغلوا الفوضى ويستغلوا الحرب اللي باش يراكموا الاموال ويراكموا في تجارتهم وكذا والطن وهذه وكاين واحد الفئه ديال الناس اللي كيتسمى ما كتعرفش كيفاش تجبد العطر من طقم السبع راه اكيد غيكونوا كيعانيوا وعندهم مشاكل اللي هي اقتصاديه اللي كتضطر انك تما خصك ضروري تعاونوا توصلوا للعداس توصلوا للروز وانا بالمناسبه يعني كيتم يعني هذه المده تقريبا اللي دوزتها منهم كنت في الشق ديال المساعده الانسانيه اللي فعلا بصح يعني كنت يعني فهمتي ولا اتوق لهذا الفعل وكنت يعني فهمتي هذه ربما من الامور اللي كنعتز بها يعني فهاد التاريخ المظلم والاسود انني كيتما فهمت يعني ما كانش من جهتي شي حوايج اللي هما خايبين اللي غيتبقاو على عندي طول حياتي لا يعني فهمت يعني كنت كنشتغل فواحد الدومين وتحركت فواحد الدومين ولو انني كنمثل واحد الجهه اللي هي سوداء ومظلمه الا انني كيتما كنت كنقوم بواحد العمل اللي كان كيبان لي انه انساني فكان كيكون عندك يعني واحد ديك الامور اللي عندها علاقه بالغذاء او عندها علاقه باللباس او بالشيء اللي كيحتاجه الناس وهذا كنا كنديهم بعض البلايص هذا كله يعني في اطار يعني ديك الحمله اللي باش تخلي الناس فهمت باش تخلي زعما الناس تزيد يعني تحسن ديك التعاطف ديال الناس وحبهم للتنظيم وي مفهوم حتى المافيا تيديروا هاد الاعمال ديال الخير تيديروها حتى العصابات في البرازيل تيديروا هاد اللعبه هادي انهم تيعاونوا بالنسبه للجانب نهضروا شويه على الجانب العسكري يعني انت مشيتي لداعش ربما مشيتي على اساس ان داعش راها واحد الحركه اللي قويه واش لقيتي داكشي اللي كنتي تتصور على داعش هنا تنهضروا على القوه العسكريه يعني القوه ديال داعش اللي كانت تتخلع تيقول لك اه داعش غادي لسوريا وتهبط وديل وتترجع فلسطين وتمشي للمسار وتولي واحد الامبراطوريه كبيره واش لقيتي داك الشيء هو اللي كاين في ارض الواقع ولا لقيتي غير واحد الناس يعني ضعاف وغير تبعهم داك الاشهار ديال القوه داعش في حقيقه الامر يعني لولا المجموعات الاخرى اللي على راسهم الجيش الحر
بعض المجموعات الأخرى، لولا أنهم يعني كانوا كيقوموا يعني بأبطاء يعني بأعمال بطولية، وكانوا كيستخلصوا الأرض أو كيحرروها من يد يعني جماعات بشار. وكتجي داعش يعني في الغالب من الغزوات ديالها، باش نكونوا منطقيين، في غالب غزواتها كانوا ضد الناس اللي كيحرروا الأرض من الجهات، من يعني كيحرروا الأرض من عند بشار، يعني بين قوسين يعني مشاكلهم. فداعش يعني ما كانش في ديك القوة اللي كيتصوروها بزاف الناس. فغالب الأراضي اللي خداتهم داعش وباش علنت على الخلافة وعلنت على أنها يعني تمتلك واحد المساحة ديال الأراضي اللي هي قد وقد وكذا من المساحة الإجمالية ديال سوريا، فكانوا جهات أخرى اللي كانوا كيبذلوا فيها مجهود وكيبذلوا فيها أرواح وكيبذلوا فيها أرواح، على رأسهم جبهة نصرة، على رأسهم الجيش، يعني جيش الحر بالفصائل ديالو كلها. راه الجيش الحر اللي كتهضر على الجيش الحر كتهضر على واحد العدد كبير ديال المجموعات الأخرى الصغيرة اللي كتنضوي تحت راية الجيش الحر. المهم فكانت كتبذل واحد المجهودات كبيرة وجبارة من طرف بعض المجموعات باش كيستخلصوا ويحرروا واحد الأرض بالنسبة ليهم كيحرروها من الجيش ديال البشار. فكتجي داعش بحكم كيفاش كتمارس ارهابها، فكانت كتمارسه حتى على هذه المجموعات وبزاف ديال المناطق اللي كانوا هاد الناس هادو يعني هاد الجماعات الاخرى كانوا كيتنازلوا عليها بخاطرهم ولا ماشي بخاطرهم، كانوا كيتنازلوا. المهم شحال من واحد كلا الدق يعني غاب باش يخوي واحد البلاصه، يعني مشاكل كانت وقعت يعني غاب باش انها تسيطر داعش على بعض المناطق كانت ما كتسوقش لبنادم وما كتعقلش على بنادم وما فهمتي، ما كاين لا جيش حر لا جبهات نصرة لا كذا، فهمتي يعني خلافة وخصكم بحكم انكم كتقاتلوا ضد بشر اذا خصكم تكونوا معنا، يعني خصوصا المناطق اللي كانت كتسيطر يعني كتكون عندها واحد القوه، يعني الجانب الاخر كيشوف راسه انه ضعيف يعني ما يقدرش يواجه. فبزاف الاراضي والمناطق اللي احتلتهم داعش ماشي من بشار الاسد، ماشي من الجيش العربي ديال سوريا، خذتهم بالسيف على بعض المجموعات اللي كانوا حتى هما كيخدموا بطريقتهم وكذا وكيحرروا الارض كيستخلصوها. فكانت هي كتسيطر عليها بزاف ديال الطرق، يعني الاخرين تيديروا الخدمه وهي تجي من بعدهم تتركب على ذلك. هذه اكيد انت ما عرفتش واش داعش اللي تسمع داعش تيتفكر بيان سور الفيديوهات او ديفينيسيون ديال التعذيب وديال القتل وديال الذبح واش هذا الشيء كان منتشر بزاف او كان غير حالات استثنائيه؟ يعني بخصوص ديك المشاهد ديال الارهاب وديك الفضاعات وديك اكيد ما غتكونش هي كي تسمى فهمتي، ما غتكونش مشاهد يوميه وما غتكونش مشاهد في كل مكان وكذا، باش نكونوا منطقيين هي كانت مشاهد اللي كتكون في بعض المناطق اللي كتكون فيها مشاكل. اوكي هذه المناطق اللي كتكون فيها مشاكل وكتشوف داعش انها قادره توصل لديك البلايص فغتوصل لديك البلاصه وغتحاول جهدها وما غتراعي لا الا ولا ذمه وما غتعقل حتى على شي واعد، ولا بغات تستخلص شي بلاصه من شي جهه فراه غا حيد ولا غدوز فيك اي طريقه، سواء قلت الله اكبر، سواء قلت لا اله الا الله، سواء قلت محمد رسول الله، سواء قلت حنايا كنبغيو رياده. المهم ما حدك ماشي معانا ديك البلاصه اذا كنا قادرين غنستخلصوها فراه كيدوزوا بحال الحلو فخيش، كيدوزوا ديك الدوزه ما كيعقلوش ما كيشوفوا لا يمين لا يسار وطحان بالخضر باليابس. المهم هو اننا يعني ديك المنطقه تولي تحت السيطره ديالنا، اذا ولات بها فانعم، اذا ما ولاتش فيقدروا يديروا اي حاجه باش انهم يكسبوا ديك البلاصه. كيفاش كانوا التجمعات ديال المجاهدين؟ لان داعش تخلطوا فيها بزاف ديال الناس، يعني جاوا ناس من برا من اوروبا، جاوا ناس من امريكان، من كندا، من الاسترالي، جاوا من جميع الاماكن، من دول كثيره. كيفاش كانوا يعني شكون هما الناس اللي كانوا بحال تقول مسيطرين، اللي غالبين، اللي هما في القيادات،
شكون هما التجمعات اللي كانوا الاعداد ديالهم كثيره؟ يعني تنظن التوانسه كانوا بزاف، المغاربه كذلك كانوا بزاف الناس. يعني كيفاش كان داك التوازن، ولا داك التوازنات ديال القوه تما، وكيفاش كان حتى الاختلاط بيناتكم؟ واش كنتي انت مثلا كما تيتصور واحد اللي على الجهاد في مع داعش، هو ان يقدر يكون قد معك كندي وامريكاني والماني وهادي وانتم اصحاب وتتهضروا ما نعرفش شي لغه تتواصلوا بها، فكيفاش كان بحال تقول التواصل الاجتماعي بيناتكم، وشكون هي المجموعات اللي كانت مسيطره ولا اللي كانت الكلمه ديالها مسموعه؟ داعش تقريبا يعني كانت كتشكل من 83 جنسيه عمر العالم، يعني واحد الرقم اللي هو رقم خيالي. يعني الجنسيات المتواجده في هذه الكيان هذا كانت يعني واحد الشكل مهول، والمعتمد عندهم كان انه كل واحد الا وكيتواجد في الوسط ديالو، بحال مثلا انا مغربي غنتواجد بين المغاربه، جزائري غتواجد، حيت اصلا كتكون هذه رغبه ديالك انت. واخا هما صراحه كتنظيم وكمسؤولين على التنظيم كانوا كيرفضوا هذه القضيه، مي كانوا كيلقاو مشاكل انهم يفرضوها، كانوا كيرفضوا انه كل يعني ديك القضيه القوميات كانوا كيبغيو يرفضوها، مي ما كانوش كيقدروا، حيت بحال دابا انا غنمشي لتما ياك، فغنبغي نتواجد وسط الناس اللي كنعرف وكنحس بهم اللي هما مغاربه، فماشي غير انا يعني بزاف. فكذلك الجزائري غيبغي يكون وسط الجزائري، كذلك ليبي او سوري او او او, أو. ف هي على مستوى القياده كانت كتفرض عليهم، والا هما كانوا كيرفضوها. يعني مبدئيا كانوا كيرفضوها، انهم ما كرهوش يخلطوا بنادم باش كيضعف الانسان وكتولي كيتما متحكم فيك يعني بواحد الطريقه اللي هي سهله. مي لا، كنا كيتما كنتواجدوا، بحال انا مغربي كنت متواجد وسط المغاربه، الجزائري كنت وسط الجزائريه، مي في النقاط ديال بحال دابا هادو النقاط، يعني دابا ما نهضرش على المعارك وغنهضرش على كذا، حيت ربما انا ما يعني كانت هذيك الامور لا تعنيني في ذيك الوقت هذاك، فاللي كان اللي عناني بزاف وعشته هو هاد القضيه ديال الحراسه على الحدود وكذا. فملي كتكون في شي نقطه معينه فهنا يعني ما كتكونش غير فاصيل يعني، او ما كتكونش غير قوميه. فدابا انا من هذا يعني انا كمغربي غنمشي لواحد النقطه معينه اللي غنمارس واحد الخدمه اللي هي الحراسه، فهنا ما غنكونش غير انا، حيت هذه المضافه عطاتني انا واحد جوج الناس، هذه المضافه هذه اللي فيها المان او فيها روس او فيها افغان او فيها بلاجكا او فيها فرنسا او فيها اسبان، المهم يعني قدرت تلقى راسك في واحد التكتل اللي فيه ناس اللي مختلفين على عليك في القوميه، فهمت؟ مي كيعتمدوا على ان يعني يكونوا يعني كل قوميه تكون مع بعضياتها، هذا هو الاساس. يعني كل قوميه تقريبا، المغاربه مع بعضياتهم، الجزائريه مع بعضياتهم، التونسه مع بعضياتهم، وهلما جرا. كيفاش كانت القوه ديال هذه الفصائل؟ يعني كان شي فصيل هو اللي مسيطر، هو اللي تسمعوا ليه، ولا كان داك الشيء مخلط؟ فيما يخص القوه، ما كنظنش كان شي ما كان شي قوميه تقدر تسيطر فعلا. يعني كنا كنهضروا كنسمعوا مثلا فيما يخص القوه، يعني ديك القوه والشراسه، يعني التوانسه ياك، والتوانسه كانوا معروفين بزاف يعني في تصدرهم المشيخه والامور الشرعيه. الليبيين كانوا يعني فهمت معروف عليهم تما، يعني معروف عليهم الشراسة وأنهم أقوياء وأنهم ما كيرجعوش للنور، يعني بحال هكذا وصافي. يعني ما يعني التنظيم في الهرم ديالو ما كانش كيخلي شي قومية تسيطر، يعني تكون عندها واحد القوة اللي ممكن أن يعني من خلالها يقدر ينتج يعني شي انفصال أو شي أوكي ما تبغيوش تكتلات، يعني شي تكتل يولي قوي ويقلب الموازين. أوكي ما كيبغيوش. كان كنقول لك يعني كانوا ضد أن حتى القوميات يتجمعوا مع بعضياتهم، يعني كانوا مضطرين يقبلونا على ديك الشكل هذا، وإلا هما كانوا ضد الفكرة.
اوكي فوقاش دابا ندخلوا للنقطه ربما الثانيه اللي مهمه، وهي فوقاش بداو عندك بحال تقول كيف فوقاش بدات الامور تتبدل عندك، يعني بدات تشوف شي حوايج اللي ما متفقش معاها، بداو حزازات. كيفاش بدا هذا المسلسل هذا؟ واش جا عن طريق الشك في داكشي اللي تتشوف؟ واش شي درتي شي تامل؟ فكرتي واش وقعات شي مواقف اللي رداتك انسان شويه تتشكك في هذه الجماعه هذه، يعني داعش ولا شنو اللي صدمك وخلاك انك تبدا تفكر بطريقه مختلفه؟ هو اللي خلاني صراحه يعني نوقف واحد الوقفه تامل ان صحت العباره، هو كنا في هذه البلاصه هذه اللي هي حدوديه هذا واحد الفتره، انا يعني تقريبا في الشهر ديالي الاول، يعني هادشي عرفتي احداث متسارعه، يعني في الشهر ديالي الاول فبدا المشكل بين داعش وبين بين جبهة النصرة، بدا مشكل مسلح، يعني بدات حروب ومشاكل، قتل فيا قتل فيك. فأنا كنت في هذه البلاصة هذه، فهذه البلاصة هذه اللي كنت فيها أنا، يعني في مقابل ديالنا كاين الجيش العربي السوري، ومن مورانا شنو كاين، يعني كاين فصائل اخرى اللي من ضمنهم تنظيم الدوله، منهم هذه الفصائل كلها، واللي منهم جبهه النصره، كاين الجيش الحر، يعني هذه البلاصه يعني غير يعني ماشي واحد، يعني ماشي كيتحكم فيها فصيل واحد. فملي وقع المشكل يعني حنا هنا ولينا كيتسمى فهمتي، ولا كاين واحد المشاكل من مورانا، وهذه المشاكل اللي هي فهمتي ولا اللي هي بين واحد الفاصل اللي كان نسميو حنا اللي واقفين هنا في هذه النقطه هذه، حيت هذاك البلاصه راه كاين فيها نقاط اللي فيها بزاف الفصائل، مي هذه النقطه هذه حنا كنتميو لداعش، كاين بيناتنا كاين قبلتنا الجيش العربي السوري، كاين مورانا كيتسمى بزاف الفصائل وجبهه النصره، جبهه النصره تشاركت لها مع داعش، الفصائل الاخرى كاملين تضامنوا ووقفوا الى جانب جبهه النصره، كل شيء كونترا داعش، ولينا حنا كيتسمى فهمت يعني في الايمه الاولى كنقول مزيان بخير كوني انني موجود هنا، بلا ما ندخل في هذا الصراع اللي كاين من ورايا، انا كيتسمى هنا بعيد من هذه المشاكل، حاجه واحده يعني فهمت، يعني بحال بديت كننتبه شويه، وبدا كيدخلني شويه الخوف وشويه ان واش هذا الشيء بصح، وبقيت كنحس باللي فهمتي مع انك دائما كاين واحد الفاره ضروري كتقرا، يعني كتقرا القران، كتقرا الاحاديث، كتقرا النصوص، كتقرا الامور اللي عندها علاقه بالجهاد، غتوقف على احاديث اللي هي الفتان وديك الشيء اللي غادي يوقع وعشرة الساعه والاخير والقيامه وكذا وداك الشيء كامل، يعني كتبغي توقف عليه. فاكيد ملي كتوقف على ديك النصوص ديال الفتنه وكذا كتقول هذه هي ديك الفتنه، انا الافضل، دائما كتبغي تضع راسك في واحد المكانه لانه هو انت المؤمن الخالص اللي زعما فهمت بليزة. يعني الفرقه الناجيه حتى هو اللي خص فهمت، يعني الحمد لله ملي انا كاين هنا حيت المشاكل كاينه مورايا انا كذا، مي ديك الشيء بدا كيكبر، ديك الشيء كيبدا كيكبر وكذا، ففهمتي ولا حتى جاتنا الخبر، يعني هذه البلاصه هذه كانت حلب، يعني منطقه يعني ريف حلب، فجانا واحد الامر يعني كيتسمى فهمت بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك، يعني حنا جالسين جاكل صافي دابا نوض جمع حوايجك كذا بلا نقاش بلا والو، او ديك جمع بنادم اللي عنده شي حاجه يجمع، واللي عنده شي تليفون اراش برد، المهم فهمتي كيفاش، يعني حيدوا المسائل ديالكم اللي عندها شي علاقه المهم جمعوا حوايجكم كامله، حنا ما عارفين شنو كاين، يعني حتى من بعد غادي نعرفوا، يعني تما غادي يهزونا، يعني فهمتي كيفاش، يعني غادي يهزوا، يعني كان وقع مشكل كبير بين داعش وبين الفصائل الاخرى، وكانوا تكلموا عليها تما وكانوا باغيين يستاصلوها وكذا، فهي بحال اللي نقولوا يعني عملت واحد السباق نحو الخلاص، يعني بلا ما تضيع مشاكلها، بلا ما تضيع شي حوايج شي حوايج اللي كيهموها، فجمعتنا بواحد الطريقه وهزتنا لواحد البلاصه اخرى صافي فهمت، فجبرنا واحد الطابور، يعني ما عارف واحد عارف شحال من سياره، واحد العدد كبير ديال السيارات، كنا خوينا يعني كنا خوينا حلب بصفه نهائيه في ديك الوقت هذا، يعني خوينا مشينا للجهه ديال الرقه، يعني واخا ما دخلناش الرقه مي بقينا كيتسمى على بقينا على برا في واحد البلاصه واحد المده، باش اننا غنتفكتاو بواحد الطريقه اخرى شي جوايه واحدين اخرين. اوكي، يعني هذه القضيه اللي وقعات هي اللي بدات تدير لك المشاكل في راسك ديال هذه الفتنه، يعني الطوائف
واش انا على حق، واش انا مع الفرقه الناجيه ولا انا ولا اش واقع، يعني كيفاش تطورت الامور من بعد؟ هنا بديت كنتسائل كما قلت، يعني صافي، يعني هادو فصائل اللي هما بجوج يعني من اصلا يبداو مع بعضياتهم واصلا عندهم نفس المنهجيه وكيفكروا تقريبا بحال بحال، ونفس المصادر المعتمده عند هادو هي اللي كيعتمدوا هادو، ونفس المرجعيه، فهمت؟ فانا قلت لك يعني بحكم يعني انني ما كنبغيش نبقى كمتفرج، كنحاول نشوف، كنحاول نقرا، كنحاول نبحث، وكنرجع عندك الكتب المعتمده طبعا من هاد الجهات هادو. فهذه فتنه، قلت اكيد انها فتنه. فاول الامر يعني ما كانش عندي موقف من جهه على جهه، الا انه اوقع عندي موقف من هذا الصراع الدائر، انه لا يعنيني وانني خصني نكون على الاقل يعني غير مشارك. فهنا بقيت كنحس براسي انني كنعيش واحد المرحله اللي هي صعيبه، كيفاش انني كنت واجد في واحد التنظيم اللي هو داعش وعنده مشاكل اللي وصلت لدرجه القتال مع واحد الفصائل الاخرى اللي هي كتبنى نفس المنهج ونفس المعتقد. فانا وقعت عندي واحد، فهمت يعني، بحال اللي تزعزعات شويه، تزعزعات العقيده شويه. كنت يعني بالجرأة اللي كانت عندي في ديك الوقت، حس بقى انا عمري صافي، انا عمري عطيته لله، يعني ما غيبقاش عندي اشكال صراحه يعني. وغالب الناس كيفكروا هكذا، فهمتي؟ واخا كتكون ديك الطاعه العمياء الجامية، غتكون عندك واحد القوه اللي غتواجه بها. انا عمري كي تما ما كيهمنيش، جيت لهنا جيت للموت ياك غنواجه، يعني كنت كنمشي عند هذوك الشرعيين اللي مسؤولين شرعيين، كنهضر معاهم كنقول لهم دابا هذه القضيه هذه اللي وقع بين 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 تنظيم، كنهضر معاهم زعما بالصواب، يعني هذو الشرعيين اللي هما كيتما مسؤولين على الامور الشرعيه والفقهيه للتنظيم وكذا، كنقول لهم دابا هذا الاشكال اللي وقع بين داعش وبين جبهه النصره، خلينا من الطوائف اخرى اللي كنشوفوهم مبتدعه وكذا، هذو طوائف بجوج او مجموعات بجوج اللي هما كيتما على منهج السلف وكذا، وكيعتقدوا داكشي اللي كنعتقدوه ونفس بحالنا. شنو هاد الشيء هذا؟ واش كيقولوا لي وهي ودا وهادي مي رشيد خصك، وهادو الدراري غالبا كنقول لك يعني انا يعني كنت وسط ناس اللي هما من المغرب اللي كيعرفوني في المغرب. فهنا باش انا صراحه باش انا يعني بفضل هاد الناس، يعني صراحه انا على قيد الحياه يعني غير بحال هاد الحوايج هادي وهاد التساؤلات راه كانت مرفوضه. وحتى هاد الناس هادو اللي هما كيتسموا ولاد بلادي وكذا، فملي كثر مني هاد الشغب وكثرت مني هاد الاسئله، راه وليت مهدد وسطهم. ونهار اللي يعني والليله اللي غادي نفكر نهرب فيها من تما نريف اللاذقيه، يعني كيتسمى ما باتش معاهم، بات مع في واحد جهه اخرى اللي هي بعيده كل البعد علاش كيقولوا عليهم وكذا. فديك الليله كامله هما كيفتشوا عليا، اضطريت انه واخا ديك الوقت كنت باللحيه حيدت اللحيه، خليت الشلاغم كبارين، فهمتي؟ ولا يعني شفت مع ناس اللي هما سوريين تما، عطيتهم الفلوس باش انهم يخرجوني من ديك البلاصه، فهمتي؟ وهذوك الناس اللي كانوا ولاد بلادي وكذا، فديك الليله هذيك اللي غادي نهرب منهم، راه كانوا كيقلبوا عليا ديك الساعه صار بحال اللي كانوا جعلوه، كانوا سخطوه بحال اللي كانت جاتهم الاوامر ان ديك الانسان هذاك واحد العنصر اللي هو كذا، وصافي يعني بقات كيروجوا بيناتهم انني عامل استخباراتي وانني انسان كيتسمى اللي هو خائن، وانه كيتسمى فهمتي ولا لا يعني لا استحق الحياه، وانني كيتسمى خصني على الاقل نتعتقل ونتشبر. مي شحال دازت تقريبا الفتره ديال التامل، شحال دوزات يعني وقع هذا الموقف اللي قلتي ديال انكم خرجتوا من الريف ديال حلب ومشيتوا يعني كنتوا بين يعني الرقه والريف ديال حلب، شحال ديال الوقت وانت في هذا الصراع الداخلي وهذه، شحال تقريبا الوقت حتى وصلتي لديك النقطه ديال انا ما عنديش مستقبل هنايا، هذا القرار اللي درت راه قرار غلط وخصني نهرب من هنا، خصني نخرج؟ لا صافي، بالنسبه لي انا هذه هي نقطه التحول فيما يخص افكاري وقناعاتي. يعني بقيت معهم يعني دوز 3 شهور، يعني هذا الشهر هذا اللي داز وشهرين اخر اللي غادي نبقى يعني معهم، يعني شهرين تقريبا التنظيم، لكن غادي نبقى مشوش، غنبقى عندي مثلا فهمتي ولا عندي مشاكل في دماغي مرتبك، يعني ملي كيكون مثلا فهمتي ولا عندهم غادي يخرجوا لشي دوريه او يخرجوا كذا، غادي فهمتي غيكونوا محتاجيني، غادي نتملص وغادي نبقى مثلا نتخبع هنا، غيكتشفوني على اساس ان كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. فيعني من هنا انطلقت ماشي قضيه الشك، قضيه انني كيتسمى صافي اعتقدت ان هذه فتنه،
يعني لا يجوز لي المشاركة فيها. اوكي، يعني بغيتي تكون مرتاح، الضمير ديالك مرتاح، ما بغيتيش تشارك في هذه الفتنه هذه. واحد السؤال كنت باغي نسولك على ذاك، من هضرنا على ذاك الفضاعات وذاك الشلك الفعايل اللي دارت داعش، باغي نسولك ونسيت ما سولتكش، وهو انت اكيد كنتي، واخا ربما ما شفتيش داك الشيء بعينك، ولكن اكيد سمعتي وربما شفتي فيديوهات ربما ديال داك الذبيح وداك الشيء اللي كانوا تيديروا. واش هادي ما يعني ما حركت فيك والو؟ ما قلتيش ان هاد الشيء هذا راه دور الناس هادو راه تجاوزوا الحدود، ولا كنتي تعتبر بانهم لا راه تيطبقوا داك الشيء اسلامي داك الشيء هو هذاك؟ للمفارقة خي هشام، أو نقول لك زعما باش نكون معك صريح، هو هاد المشاهد ديال التبيح وديك المشاهد ديال يعني اللي كيبقاو كيفاش يعني كيبقاو يسولوا بنادم، يعني كاينه فيديوهات كيسولوا بنادم على شحال في الظهور وشحال في العصر وكذا، كنت كنشوفها غير مجرد كنت قبل ما نمشي تما كنت كنشوفها غير في الفيديو، كنت ضد هاد المشاهد صراحة، كنت ضد هاد المشاهد البشعة، كنت ضدها. أنا اللي خلاني أنني كنت منتمي لهذا التنظيم، وأنني ملي نمشي قاصده، هو أولا أن كيتما العنصر اللي كنت كنعرفه أنايا هنايا وعندي معاه تواصل هو كاين وسط التنظيم ديال داعش. ثاني حاجة صراحة يعني أنا كنت يعني كنقول متبع الحركة الجهادية ربما، يعني كي تما فهمتي كيفاش الأمور ديالها وكيفاش تطورت وكيفاش التغيرات وكيفاش هاد كذا. فبالنسبة لي يعني تنظيم الدولة في ديك الوقت كنت كنشوف تنظيم الدولة أنا هنا كنت قبل ما نمشي، وكنت كنشوفه أنه كيدير شي حوايج اللي ما خصهمش يدارو. ومع ذلك كنت كنعتقد أنه هو التنظيم الأقدم، والرجالات ديالو يعني هذوك القادة ديالو والامراء ديالو هما ناس اللي قدامين وديجا عندهم واحد التجربه جهاديه اللي هي قديمه. فكنت يعني فهمت يعني كانت عندي فكره انني زعما نكون ديك الناس اللي فهمت يعني ماشي يمشي ويصلحوا الارضيه الجهاديه من اجل فهمت الوصول الى الجهاد لواحد النقاء والصفاء اللي رضى علينا الله سبحانه وتعالى، ونكونوا ناس فاعلين وفهمت، ونعطيو ديك الصوره اللي مزيونه للجهاد، ما يبقاش بديك البشاعه وديك الصور اللي هذا اللي صورت الجهاد على اساس انه توحش وانه كذا. وفي ذلك الوقت حنا كنا باقيين كنعتقدوا ان الجهاد هو الحل الوحيد لامه الاسلام حتى ترجع الى ريادتها والى السؤدان والى السيطره على العالم بطبيعه الحال. نعم اكيد. في ذلك الوقت كامل اللي دوزتي تما يعني ما كنتيش تتوحش العائله الدار المغرب ربما؟ أنا كتقرا غلق ديك الايامات الاولى اللي باقي كيتم باقي ما بقاش عندي هاد الزعزعه فيما يخص ديك الشيء اللي بديت نعيشو. يعني في الاول ما كنتش كنحس، يعني كنقول يعني هذا هو الواجب اللي عليا، وهادني كنقوم بواحد الحاجه اللي خصها تدار، وهذا هو الحلم ديالي، وهذا الشيء اللي قال الله وهذا الشيء اللي قال النبي وهذا الشيء اللي كذا. فالجهاد واحد الحاجه اللي هو ذروه سنام الاسلام، الجهاد في سبيل الله. وانا كنتما مادام تمكنت انني نوصل لهنا خصني صبار وخصني فهمت يعني ما انت عارف يعني ديك الكليات الخمس على راسهم راه الدين. نعم اكيد. اذا كنتي عندك ذاك يعني بحال تقول ذاك الاحساس ديال انك راك بحال اللي مزيان مع الله صافي، راه الا كنتي مزيان مع الله راه كلشي داكشي الاخر يهون. ربما كانت عندك حتى ذاك الاحساس ديال راه المسائل ديال الشهيد يشفع في 70 من اهل بيته، وزعما كاع اش غيطرى في الدنيا كاع راه غنموتوا غنشفعوا لكم وغنعيشوا في الجنه وكلشي مزيان. كنا موحشين من الحريات بزاف الصراحه، مع الوصف اللي كان فيه 19 الحومين يا صاحبي قلبنا في الدنيا في العمر ديالي 40 عام صاحبي، ما لقيت شي وحده في ديك المواصفات انت صاحبي. لا ما غتلقاش ولكن كان واش هذا مزيان من ذكرتي هذه النقطه، لان انا تنعقل يعني في التجربه ديالي كانوا الاناشيد كانوا هما اهم ربما عندهم واحد القوه اكثر من القرآن ومن الأحاديث ومن الخطب. يعني أنا نسمع غير نشيد ديال تيحت على الجهاد وهذه صافي تطور في النفس تعطيك واحد القوة إيمانية. أنتم كيفاش كان شنو اللي كان تيأثر عليكم بزاف؟ واش كان فعلا هذا الخطاب مثلا ديال الحور العين وديال
النقطة مزيان اللي شيرتي ليها صراحة هو شوف يعني الغالبية الساحقة ديال المنتمين إلى الجماعة ديال داعش في الغالب ديال المستوى التعليمي ديالهم هابط بصفة عامة، ما كاينش تعليم، ما كاينش ثقافة، ما كاينش معرفة. إذا من هنا القرآن ما غيناهمش، باش نكونوا منطقيين نهضروا بكل صدق، يعني القرآن باش تقرأ زعما خاص يكون كتعرف شنو مراد الله، فانت في القران ما تعرفش مراد الله، اذا خصك تفسير خصك كذا. فالنشيد او هذاك شنو المهم هذه الاناشيد كانت يعني واحد كتعطيك واحد الشحنه عاطفيه. بالنسبه لي صراحه كنت اعتقد انني واحد المكان اللي زعما قادر نفهم النص، المهم كنت ادعي ذلك. اذا ما تبدل والو، انا تصحابني تبدلات شي حاجه، اذا مازال الاناشيد هي اللي خدامه مزيان البريكول. الاناشيد حيت عرفتي حيت كتسمع فهمتي كيعطيك الخلاصه، يا اما غزوه يا اما يا اما شي فهمتي شي مدح لشي واحد سبق له مات قبل منك. فاكيد هذا الانسان اللي هو عباره عن واحد الكتله اللي خاويه من الداخل، حيت الاصل ديالو طين وقشعه، اذا خاوي من الداخل، فباش غتعمرو وهو الراس ديالو دماغه ما كاينش، غتعمرو خصك تعمرو بواحد الحاجه اللي تحرك مشاعره، يعني تحمسو تحمسو تغنيلو شويه، خصك تغنيلو تغنيلو باش الحرمي اليميني. جميل جميل. إذا وصلتي لهذه النقطة، هذه وصلتي لديك النقطة ديال أوكي دابا خاصك تهرب. كيفاش بدا التخطيط لهذه القضية؟ لأن أنا تنظن أن هذه القضية صعيبة، يعني أنت وسط واحد الناس اللي ممكن يقتلوك بكل بساطة، ممكن يزربوا عليك، يعني راه القضية تتخلع، فما يمكنش تنوض وتقول اوكي انا غنمشي نطلب منهم انه يخلوني نمشي في حالي ولا. هذه القضيه خاصها تكون تهرب، يعني تحاول تهرب ما يعيقوش بيك. كيفاش بدا التخطيط؟ واش كانوا شي ناس تما اللي تقدر تثق فيهم انك تقولها لهم، ولا كيفاش هاد السوريين مثلا اللي خلصتيهم وعاونوك، واش كانوا ناس اللي تعرفوك، ولا كيفاش يعني عاود لنا الملخص ديال هاد البريزن بريك كما نقولوا، الهربه من الحبس. هو ملي صافي يعني قطعت الياس انه البقاء ديالي وسط هذا التنظيم هو يعني واحد بالنسبه لي واحد صافي، يعني حتى هذيك الموت اللي كنت كنترجاها من قبل وليت كنخاف منها، يعني وليت كنخاف انني نموت في التنظيم بحكم انني صافي كنقول هذه فتنه. فكنت اتمنى ان يعني التنظيم في ذاك الوقت اللي يعطي او يسمح اي انسان اللي ربما اخذ موقفه انها فتنه يعني يعاونوا على اساس انه يتبعد، وعلى الاقل يجلس، يعني ما فهمتي من نوقف ضدك وما نوقف معك، الا ان هذا الامر ما كانش دخل الحمام ماشي بحال خروجه. شوف باش نكون معك منطقي، يعني شوف انا باقي لحد الان كنقولها وقلتها مرارا وتكرارا، لولا وجودي بين الناس اللي كانوا كيعرفوني هنا في المغرب، لولا وجودي بينهم وانهم هنا في المغرب كانوا كيحترموني، دابا كيتم حتى واحد فيهم يعني هنا كانوا كيحترموني، لولا وجودي بينهم لكنت في خبر كان. باش نكون معك منطقي، يعني هاد الناس كانوا كيعرفوني في المغرب، انا كنت متواجد بيناتهم، كانوا كيعرفوني واخا كنت كنهضر داك الشيء اللي ماشي هو هذاك بالنسبه ليهم، كانوا كيقولوا لي حاول تسكت. مي في الاخير انا قلت لك وصلت لواحد المرحله حتى هما يعني صافي عياو، ما بقاوش كيقدروا يطاكيو عليا، انا بيدي كيتما فهمتي واللعبه بدات اسارع الزمن كيفاش غادي نتخلص. فكنت انا في هذا الوقت هذا كنت كنتواجد في ريف حاله في مدينه الباب، هاد مدينة الباب اللي هي كانت تحت سيطرة داعش، ومي كانوا بعض الفصائل أو بعض أعضاء الفصائل، ماشي فصائل، بعض أفراد الفصائل الأخرى كانوا متواجدين في وسط المدينة اللي هي مدينة الباب، لكن بشرط أنهم متواجدين غير عسكريين غير مسلحين، يعني ممنوع تخرج معك سلاح أو كذا، يعني هاد الفصائل حيث السيطرة كلها عن تنظيم داعش. فكانوا بعض أفراد مجموعات اخرى كاين تما اللي هما كيتما فهمتي كيفاش يعني كيعيشوا كمدنيين في ديك المدينه، اللي في ديك الوقت ما فرضتش عليهم داعش انهم ينضويو تحتها، مي كيتما في نفس الوقت ما سمحت لهمش انهم يعيشوا حياتهم العسكريه،
من ضمن هاد الناس هادو كانوا ناس اللي هما مغاربه مع مع واحد الفصيل اخر اللي كان كيتواجد، يعني المقر ديالو كان في اللاذقيه. وهاد الناس هادو كان واحد العدد من الافراد اللي هو قليل كيتواجدوا في هذه المدينه اللي هي مدينه حلب، مدينه الالباب اللي هي في ريف حلب، كانوا كيتواجدوا تما. وكنت على تواصل معاهم، يعني كانوا كيعرفوني وكنعرفهم، يعني كيتما يعني كاين واحد الثقه بيناتنا، يعني كيعرفوني كشخص ويعني وما عندهم شي اشكال معايا، وكيعرفوا موقفي المعتدل وكيعرفوا النظره ديالي لهذا الشيء اللي ديك الاحداث اللي كانت وقعت ديك الوقت هذاك. فهما اللي صراحه يعني اللي كنت كنجي عندهم وكنجلس وكنت كنهيئ معاهم طريق الهروب من مدينه الباب الحلب، يعني اللي في ريف حلب، الى اللاذقيه. وكانوا حتى هما كانوا كيستناو الفرصه فاش يخرجوا. وبحكم ان كيتم الطريق من باب، يعني من مدينه الباب الى ريف اللاذقيه، كانوا فيها شي اشكالات وشي مشاكل، فحتى هما كانوا كيستناو. ملي حسن الحظ انه كيتم هذا الوقت هذا اللي انا يعني غادي نبغي نهرب فيه، يعني تيسرت صراحه. مرينا من واحد الطريق اللي فيها مشاكل، مي كيتما ما تكشفناش فيها، يعني حاولنا ديرنا جهدنا. كانوا هاد الناس هادو اللي هما يعني وقفوا معايا، وفيك الساعه دوك كانوا تبناوني، يعني بحال اللي خداوني معاهم من الريف الهذيكيه، تبناوني خداوني معاهم، وخليت هادوك مسعورين كيقلبوا عليا وبدا وصافي. كيتما زقلت بروحي وانا معاك كنهضر خايشه. رائع. كان عندك شي اتصال مع منين الدار في المغرب؟ عرفوا شويه الامور ديالك كي دايره؟ عرفوك بانك باغي تهرب؟ يعني كان شي اخبار تتوصلهم ولا والو؟ لا، كنهضر معاهم وكنتواصل معاهم، خصوصا الوالده وهذه، كنتواصل. من ديك التواصل اللي دائما صراحه انا كنبغي نتحمل المسؤوليه ديالي، ما عمري ما كنبغي نفزع مع اي شي واحد، حيت انا ملي خديت قرار يعني ما علمتهم ما حتى حاجة، يعني سافرت على غفلة، يعني ما علمتهم ما حتى حاجة، فهمت؟ إذن ملي كنتعاود معاهم كتتاح لي الفرصة أنني نتعاود معاهم، فكنت كنتعاود معاهم عادي. وهاد المشاكل صراحة ربما لحد الآن بحال مثلا الوالدة كاع ما حيت المرأة كبيرة ما مسوقاش لهذا الشيء، يعني ما غاتعرفش هذا الشيء هذا مرة، فهمت؟ صافي اللي عرفت هو أن ولدها مشى وجا وصافي، أو مزيان دابا. أوكي. دوزتي تقريبا يعني وصلتي اللاذقية، كيفاش دازت الأمور من بعد؟ يعني كيفاش دبرتي على المركوب، ولا يعني من تما مشيتي لتركيا، ولا كيفاش درتي؟ لا، هو ملي غنمشي للاذقية راه ندوز تقريبا 3 شهور اخرى خي هشام، حيت 6 شهور اللي دوزت سوريا هنا. اوكي، يعني ديك 3 شهور في اللاذقية علاش جلستي داك الوقت كامل تما؟ هذيك ريف اللاذقيه في ديك الوقت هذاك كانت واحد البلاصه او واحد المنطقه اللي ما فيهاش توتر بزاف، ما فيهاش مشاكل بزاف. شكون اللي مسيطر؟ يعني شكون اللي كان مسيطر عليها هذه البلاصه؟ كانوا فيها فصائل، وكانت فيها حتى 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 داعش كانت، مي التواجد ديال الدواعش تما كان واحد يعني لا يكاد يذكر، يعني كانوا ضعاف تما بزاف، يعني وانا تما انا يعني تما في ديك الوقت، يعني فهمتي ملي وصلت لتما يعني ماشي بزاف كانوا طردوهم مره، كانوا جراو عليهم ديك الفصائل الاخرى، يعني جراو على داعش، يعني قالوا لا ما عندكش بلاصه هنا، المهم جراو عليها بالقوه ما خلوهاش. المهم انا ملي وصلت مع هاد الدراري هادو اللي عرفتهم في مدينه الباب، ملي وصلت معاهم اكيد غادي نمشي معاهم للبلاصه اللي كاين هما، كانوا كينتميو لواحد الفصيل اخر اللي فيه غير المغاربه تقريبا، كانوا كينتميو له. دخلت تلاقيت مع الامير، يعني مع الامير ديال هذا التنظيم هذا اللي هو دابا مات، وكان معايا في الحبس، يعني ديجا دوز معايا الحبس، وكنت كنعرفو يعني شخصيا. تلاقيت مع الامير ديال هذا التنظيم، جلس معاه سمع مني، حكيت له كي تما فهمتي ولا يعني ظروفي، قال لي انت رشيد الان في مأمن، خذ راحتك، ما غنلزمكش انك تنتمي لنا او ما تنتميش. هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك، يعني واش كانت محاوله الاستقطاب انت يا يعني جاوك؟ يعني راه اكيد انا بغيوك تكون معاهم، علاش غادي يخليوك تمشي؟ هذا فصيل، هما دراري كيتما فهمتي ولا كانوا دراري مزيانين، ماشي يعني بحكم انهم ماشي مزيانين، يعني كما يقول لك يعني افكارهم ومنهجهم، لا يعني مقارنه مع داعش يعني كانوا ناس مقبولين حتى في الوسط السوري، حيت داعش يعني ما كانوش مقبولين حتى في سوريا، كانوا كيقبلوهم غير بزز، هذاك الشعب السوري كان كيقبلوهم بزز، يعني الناس يعني ما كانش كتحملهم العربيه، يعني داعش
هذا الفصيل هذا واحد الفصيل اللي هو بحال نقول لك فهمت يعني بقى الشعور ديالو كامل متوجه للنظام يعني النظام ديال بشار يعني كان دائما هو كونترا الجيش العربي السوري ضد بشار يعني ما كانش كيدخل في ديك الاشكالات الاخرى اللي عندها علاقه بفصائل اخرى ما كانش كي فهمت يعني ما وقف لا معطر على الداعشي ولا معطر حد يرجع على النصره ولا بقى واحد الفصيل اللي هو في يعني المكون ديالو في الغالب كان مغربي الامير ديالو كان مغربي فكانوا ناس اللي هما ماشي يعني ناس بساط يعني ما ماشي لديك الدرجه انه باش غيفرض عليك اوكي فهمت دوز معاهم واحد المده كنت في المقر الاعلامي ديالهم يعني فعلا كانت يعني فهمت يعني كان واحد الدعوه منهم انني كيتم يعني فهمت يعني نشتغل معاهم ونبقى معاهم يعني يعني في الشق الاعلامي وكذا وهذه فهمت فانا ما كنتش قادر صراحه بحكم ديك الثلاث شهور الاولى اللي دوزت يعني في فريق حلب ما كنتش قادر انني بغيت انا طلبت منهم يعني قلت لهم اذا كان ممكن انني نكون في واحد الفتره نلقاها ونرتاح مع راسي ونشوف راسي شنو خصني فصراحه جاتني الاوكي منهم وصافي وبقيت في ذاك الوقت هذاك حتى جاني هما حضروني قالوا لي راه كاين واحد اش كيقولوا هنايا راه كيتبع الخطه ديالك وراه باغي يصفيوها لك هذا رد بالك رشيد اوكي يعني تبعوك الدواعي حيت كانوا تما كما قلت لك انا في الاول كانوا تما حيت يعني داعش كانوا تما يعني كانت عندهم واحد المجموعه ديالهم تما في ديك البلاصه حتى جا واحد الوقت اللي كيتما فهمت ولا تفرض عليهم انهم يخلو بزز اوكي فهمت حيت هما كانوا في الاول تما اللي كانوا تما هذيك الفتره انا كنت تما فهاد الناس هادو صراحة اللي هما في هاد الفصيل هذا يعني وفروا لي نسبيا الحماية كيقول لي ما تخرجش بوحدك وكذا راه كاين الناس اللي كتربص بيك وكذا اوكي بغاني ربي عايش باش جميل دابا بغيت غير دابا نوصل للنقطة ديال انك كيفاش خرجتي من الريف ديال اللاذقية كيفاش خرجتي يعني كيفاش كانوا المراحل واش رجعتي لتركيا ولا مشيتي لبلاصه اخرى كيفاش كانت الامور صافي تواجدي هنايا في الريف اللاذقيه لقيت تما صراحه يعني كانسان مدني بكل ما تحمله الكلمه من معنى انخرطت في اعمال انسانيه مع هذا الفصيل هذا يعني كنت كنخرج يعني فهمت يعني اذا كان عنده يعني وقت يعني كاين وقت يعني ما عندي مية دار كاين وقت كنخرج كندير شي حوايج اللي هم مثلا نخرج شي بوادي كذا كنوزعوا المساعدات شي حوايج كتجي من تركيا شكون كيجيب الله المهم كتنزل تما خاصك توزع كذا هذا هو الشغل وانا يعني في ديك الساعه هذيك يعني ما علمت حتى لشي واحد انني خصني نرجع حيت الرجوع يعني وانت في واحد البلاصه يعني حتى شي واحد ما غادي يقول لك ترجع خصوصا في واحد المرحله اللي كانت ديك 2013 وكذا لكن باش ترجع يعني شي حاجه صعيبه يعني ما غيبغيوكش ترجع يعني حتى شي فصيل من الفصائل او شي جهه من الجهات ما غتبغيك ترجع فانا صراحه هذه الامور هذه كنت كنفكر فيها في دماغي كنت كنفكر فيها في دماغي وليه في اللاذقيه هذه البلاصه فين كنت فيها بالضبط انا واحد المنطقه فين كنت بالضبط يعني قريبه للحدود ماشي بعيده بزاف حدود تركيا كانت عندي علاقات مع ناس سوريين من تما وكان فهمتي وبحكم انني صراحه يعني دائما يعني كان انا هكذا يعني كنبغي نبان على اساس انني واحد انسان اللي هو عادي وكنت كنتصنت لهم وكذا وهذه وكنت كنوقف معاهم وكنقول لهم باللي يعني خصوصا يعني واحد خطيب جمعه كان تما قريب من واحد البلاصه اللي كنت ساكن كان واحد خطيب جمعه وهو سوري الاصل وكذا كنت كنجلس معاه اللي كنجلس معاه كنبقى نتهاوى كنقول له زعما يعني كنهضر معاه منطق وكذا وكنستوعبني كنقول يعني من اكبر الاخطاء وكذا هو انك تما فهمتي كيفاش يعني هاد العرب ناضوا ودخلوا لسوريا وكذا منهم انا طبعا فهمت يعني في خطا كبير يعني كيتما وقع وما كانش خصو يكون وكذا ف كنظن ان الصدق ديالي معاهم وكذا خلى يعني ربطت واحد الشبكه ديال العلاقات بين هذوك الناس وكذا واللي كانوا صراحه هما سبيل خلاصي هما اللي عاونوك باش اوكي السوريين كانوا ضد تواجد اي غريب في الارض ديالهم ديك الشيء اللي عرفته في ريف حلب ديك الشيء اللي عرفته في اي منطقه يعني في اي بلاصه حطيت فيها رجلي الا وكنلقى ان السوريين كانوا ضد خلينا من هذوك اللي
كانوا كيتاثروا يعني بالافكار ديال المتطرفين والمتشددين وكذا. بواحد ما تقدر تلقاهم في الميريكان، تلقاهم في كندا، تلقاهم في المانيا، تلقاهم في اي بلاصه. مي غالبيه الشعب السوري كان يرفض تواجد اي انسان غريب على سوريا يتواجد في سوريا، وكانوا كيشوفوا ان من ضمن المشاكل اللي كيعيشوها هو تواجد المهاجرين، كانوا كيسميونا المهاجرين. تواجدنا بالنسبه لهم كان كيشكل عليهم واحد الحاجه اللي هي صراحه يعني تحملونا بزز وتقبلونا بزز. ومن هذا المنبر نقول لهم زعما الصراحه اسمحوا لنا، وحنا ما كانش نيتنا هكذا، كنا صراحه قرأنا القران وعرفنا بلي امتنا امه واحده، وجات واحد المرحله اللي شفناكم زعما كتعاني، وبالنسبه لنا كنا كنظنوا اننا غنجيو نوقفوا الى جانبكم. مي صراحه بحال اللي اصطمنا لها في عينا، ما درنا حتى شي حاجه مزيانه، زدنا كبرنا المشكل، زدنا خلينا الامور والاوضاع انها توتر اكثر من اللي كانت. كان بالامكان السوريين بوحدهم كانوا يقدروا يوصلوا للحل، او على الاقل ما كانش غتكون يعني ما كانش غيكون حجم الخسائر كما هي دابا. فالمهاجرين يعني من اي بلاصه كانوا واحد المشكل كبير، وخلقوا واحد الحاجه اللي صراحه اللي غتبقى سوريا تبقى كتعاني منها واحد الفتره اللي ما نقدروش نحددوها. حنا المهاجرين واي واحد دخل سوريا على اساس انه زعما يدخل يدعم او يجاهد وكذا، فصراحه راه كنا واحد الافه للسوريين، وعاشوا مشاكل وعاشوا حوايج اللي هي قبيحه معانا اكثر من اللي عاشوها مع النظام السوري، فكانوا يكونوا افضل لولا تواجدنا تما. جميل هاد يعني رائعة هاد النقطة هادي اللي ذكرتي، لأن تنظن نقدروا نعمموها حتى البوسنيين كانوا غيكونوا أحسن حالا كون ما دخلوش الغرباء، وكانوا الأفغان غيكونوا عاوتاني تا هما أحسن حالا، وحتى الشيشان كانوا غيكونوا أحسن حالا كون ما دخلوش يعني الناس من برا. قدرتي تدوز لتركيا بالمساعده ديال هاد الاخوه السوريين في ذاك الوقت؟ شنو الامكانيات اللي كانت عندك؟ يعني واش كنتي جامع شويه الفلوس باش تقدر تسافر؟ واش كان عندك المسائل ديالك يعني الباسبور؟ كان عندك كل شيء واجد باش تقدر تشط طياره وترجع للمغرب، ولا شنو كيفاش كانت؟ انا كنت من ضمن الناس المحظوظين اللي احتفظت على جواز السفاري، يعني ما عطيته حتى لشي واحد، ومعروف انه الانسان اللي كينتمي لشي فصيل من الفصائل الا وكيلزمه انه يدفع جواز السفر. انا من الناس اللي كنت رفضا باتا نعطي جواز سفري لشي جهه مهما كانت، وكانت عندي مبررات، وملي كنت كنوضع المبررات ديالي كانوا كيبغيو يتصنتوا لي غير بوحدي. فكنت دائما كنطرح عليهم التجربه الافغانيه، كنقول لهم الاماره الاسلاميه في افغانستان فحد الطالبان حكموا 5 سنين، بقاو كيتوافدوا عليها الناس من اقطار الدنيا. نهار اللي دخلوا جميع الاجناس لافغانستان، الناس بدات كتقطع جوازات السفر ديالها. نهار اللي وقع المشكل وجات الامريكان لافغانستان، الناس بقات تالفه بلا جواز السفر ديالها. دخلوا لباكستان مرتب كينتالفين تشدوا كاملين. يعني كان عندي مبرر اللي هو واضح كنطرحه، انه ما نعطيكش جواز السفر، انني كاين معاك كتعرفني. وانا كنقول لك وهذا ماشي حيت انا لا ماشي استثناء، انا بحكم كانوا الناس كيعرفوني، يعني الناس اللي كنت معاهم كانوا كيعرفوني هنا في المغرب، فربما هما اللي زكوني وهما اللي وقفوا لصالحي من هذه الناحيه. يعني فجواز السفر ديالي بقى معايا، ولحد الان هو كاين دابا عندي، واخا عملت يعني فهمتي، يعني مازال عندي لحد الان هذاك جواز السفر ديالي كاين، ما عطيتو حتى لشي جهه. فملي خرجت قلت لك كنت قريب للحدود ديال تركيا، فملي خرجت لتركيا سهل عليا انني بلا ما نحتاج لا سفاره لا قنصليه لا والو. الفلوس ماشي شي حاجه كبيره، يعني انت موجود تما يعني ما ماشي صعيب عليك تكون معك واحد شنو واحد 1000 دولار ولا واحد 1500 دولار ولا ما شي حاجه كبيره. ف ملي خرجت لتركيا يعني سهل عليا الامر، يعني ما توجهت حتى لشي جهه اخرى. خرجت لتركيا وانا كنفكر انني نرجع للمغرب، يعني ما كانش شي حاجه صعيبه بالنسبه لي باش نخرج،
حيت قلت لك انا حدا الحدود ما كاينش واحد المسافه بعيده، كاين الناس اللي صراحه كيتما يعني كيقول لك انا غنوصلك مثلا، يعني هو سوري انا غنوصلك للبلاصه يعني بالسياره بحال اللي غادي نهبطك من هنا مثلا من الرينكون، يعني دابا انا غادي توصل نهبطك من الدياق ولا تمشي ماشي شي مسافه بعيده، فكتوصل للحدود كتحاول انت كتخرج فهمت يعني كتخرج بطريقتك. يعني صراحه في الخروج ديالي ما اعتمدت حتى على شي واحد حيت كنت خايف انه يوقع لي شي مشكل، تحملت مسؤوليتي انني جيت لهنا باش نموت، صدق فكرت وليت كنخاف انني نموت بحكم ان ما بقيتش كنامن بهذه الفكره خصني نخرج، جيت للحدود اذا غادي نخرج باي طريقه. اوكي دوزتي وقت في تركيا ولا داكشي داز بالزربه رجعتي للمغرب؟ لما اللي خرجت ما حاولت كي تما فهمت يعني ما دوزتش بزاف، يعني خرجت لتركيا بدا كيبان لي ان ديك الوقت هذاك يعني صراحه هو اصلا قبل ما نخرج كنت كنفكر كنقول فين غنمشي، حيت انا عارف كنقول غنرجع للمغرب غنمشي للحاج ديريكت غنخرج لتركيا، واش غنبقى في تركيا؟ وجدني بزاف الافكار، واش غنبقى في تركيا ولا أرى نحرك الأوروبا الشرقية من جهة اليونان أرى كذا؟ مهم كانت عندي بزاف فكرت بزاف فهمت. ملي خرجت لتركيا عاود ريحت واحد المدة تما كنفكر كنقول شنو، واش ندير إقامة واش كذا واش طاطا، وأنا كيتما ما عنديش يعني فهمتي مع الفلوس قليلين ما كاينش فلوس بزاف فهمت، يعني الله عندي الفلوس باش أنني كيتما ندوز ديك المدة قليلة ولا باش نسافر، ودائما كنت كنحاول ما أمكن ما نوضعش راسي في شي موقف ضعيف. ربما هذه من الامور اللي ركبتني من الصغر ديالي، يعني ما كنبغيش نوضع راسي في شي موضع ضعيف ونطلب المساعده من شي جهه. فكان حتى فهمتي ولا حاولت عملت جبرت راسي قلت لا غادي نحرك ممكن يوقع لي شي مشكل غنبقى في تركيا هنا. المهم هذه اللحظه هذه كان شويه الحنين للعائله وشويه الحنين للبلاد صافي، يعني من اللي خصوصا من خلال من سوريا، حيت سوريا بالنسبه كانت في الايام الاولى ملي كنت وصلت واخا كنت كنكون في المضافه وكنسمع ديك بوم زدا بوم زدا كان كيجيني غادي، يعني وانا كنت مهيئ لانني نموت وان اي حاجه، مي ملي وقع ديك المشكل بين الفصائل وكذا ولي صراحه وليت بحال اللي مخلوع، يعني كنقول ويلي غنموت هنايا في هذه الارض دويل وصاحبي اللي كنت تما صاحبي كنت فهمتي لا الدماغ ديال الانسان مرن دغيا تيتبدل. لا ماشي صافي يعني كنقولها ربي هدي وتوبه غنمشي للمغرب وندوز الحبس اوكي مشيتي خديتي اكيد خديتي بيه ديال الطياره هاد المره غير الي ياك ماشي الي خديتي بيه ديال الطياره عاود لينا كيفاش وكاين شي حاجه قبل جيت للمطار. اوكي مهم جيت للمطار كي تما يعني ملي صافي قررت انني صافي هذا خصني نرجع للمغرب، جيت للمطار حاولت قلبت كذا الطانو هذه ما لقيتش كي تما في الاول ما لقيتش الطياره، كنت كنحاول ما امكن انني نوفر شويه الفلوس وكذا، ف الطياره اللي لقيت غتخرج هي مهم يعني لقيت بلاصه غاليه شويه مهم ماشي مشكل قطعت يعني قطع المهم غندخل باش غنركب وكذا، لقيت مشاكل تما بين عند الجهاز الامني التركي اللي حيت جواز السفر شافو فوقاش دخلت فوقاش طبعا يعني كي تما دوزت مده وي كان عندي 15 يوم كان عندي 15 يوم انا ملي طبعت عندهم يعني 15 يوم خصني نرجع بحالي انا دابا 6 شهور يعني كاين واحد المشكل، فتجاوزنا بسهوله حيت كيطلبوا مني واحد 200 ليره اللي كانت سوا ما كانتش بزاف كتسوى كانت في ديك الوقت هذاك واحد 80 دولار ولا المهم كانت كتواكد كانت واصله لشي 80 دولار مهم واحد الغرامه يا اما تخلص ديك الغرامه ولا يديروا لك واحد 5 سنين ما تدخلش لتركيا فهمت. وي عقوبه وانت خارج من البلاد يعني ماشي شي مشكل كبير وانا صافي دابا باغي غنمشي بحالي حتى في اوروبا تيديروها يعني الا واخا تجلس مثلا مده طويله في اوروبا يعني تفوت الوقت ديال الفيزا ولكن ملي تجي خارج ماشي ما تيديروش لك صعوبات كثيره لان انت خارج ماشي حصلوك باغي تجلس ولا هادي. اوكي وداكشي اللي وقع كي تما دابا هما ملي شافوني كي تما ما
ما بغيت نخلصها، داروا لي واحد اللعيبه في الباسبور ديالي انك 5 سنين ما تدخلش لتركيا، وانا كنت عامل في دماغي انني غنمشي قول لهم للحبس راه مزيانة، غادي لا تسلم. قول لهم مربوحة مربوحة مزيانة، ديروا حتى 10 سنين لا يعني. وصراحه شوف والله في ذاك الوقت راه كان عندي الفلوس، ما الناس كيقولوا بالحق، انا كنقول ديك الفلوس هذوك راه غنعطيهم بحالي غنلوحهم في تركيا ونرجع بحالي، نخليهم في التيم احسن. مزيانة مزيانة. اوكي انت ركبتي دابا في الطيارة، مريح في الطيارة، بديتي تترجع ربما السينتا ديال داكشي كامل اللي وقع، واقيلا كان بحال شي حلم ولا شي كابوس فقتي منه، ولكن كان عندك الفكره ديال راك غادي للمغرب، وفي المغرب راه غادي تبدا ربما واحد المرحله جديده في حياتك، لان غادي تكون توابع لداكشي اللي درتي. راجع للمغرب متاكد 100% انني ماشي للحبس، معايا شويه الفلوس، دوست شريت لك ريد بول، شريت لك برينجليس، شريت لك تويكس، المهم يعني فهمت، يعني شريت اللو، شريت الاكاجو، شريت القرقاع، شريت التخربيق كامل، حيت عارف راسي غندوز للمعارف وغنحاول ما نكرغبهم نخلي داك الشيء، وفعلا خلوني دخلت شي لعيبات وكذا، المهم شريت شي حويجات، شي سكيوتات مزيونين وكذا، وطاطاطا هذه كانت وجدت داك الشيء في الساك، وهذه طلعت في حالي ورجعت فهمتي وصافي. اوكي نهضروا شويه على الوصول للمغرب. اوكي حطات الطياره في المغرب، هبطتي، دخلتي الديوانه، واش يعني المغرب عنده شي ليست ديال الناس كاملين اللي مشاو تيعرفهم مزيان، تيعرفهم فوقاش مشاو، يعني ديجا انت مقيد في الكمبيوتر عندهم؟ صافي كي تما نزلت في مطار محمد الخامس، اذا باش غنطبع الباسبورتي غنلقى حباب الله كيستناو. تبارك الله عليك، تمار والحليب، ياك ما مضروب شي بلاصه، ياك ما كذا، واش محتاج لشي حاجه؟ لا بخير كذا، واش ممكن تفضل معنا؟ اوكي زيد اسيدي اجي بحالك. يعني مشي في المطار نيت كتنزل صافي، يعني فهمتي ربما الطياره اللي جدي فيها عارفين بلي راك جاي. يا سمية دارت، سمية سبقات وصلت قبل منك، غير جات بلا قرقاع بلا لوز ولا جات بيتي خاوية. سمية سبقات كيتسمى. انا كنقول لك يعني وصلت نزلت في البلاصه فين غنطبع الباسبورتي، كاين الاخ تما قصير مني شويه، انا كنت طويل على فهمت، انا كنبان عمر على قصور. المهم استقبلنا واحد استقبال حار، مرحبا رشيد وعلى سلامتك. كيفاش كان اللقاء مع هاد الناس هادو؟ يعني كيفاش كان الحوار معهم؟ يعني واش بداو يسولوك بحال هاد الاسئله اللي تنسولك انا نيت، ولا كانوا عارفين بزاف د الحوايج؟ يعني شنو المسائل اللي ركزوا عليها؟ لقاء مع الاجهزه الامنيه صراحه كان واحد اللقاء اللي هو لقاء عادي، ما كانش فيه مشاكل. انا كنت كيتسمى يعني ضقت ودرعا واحد الحاجه اللي صافي ما بقيتش، يعني صراحه يعني الشيء اللي شفت يعني حتى هذوك النماذج، يعني هذوك الاشخاص اللي لقيتهم يعني كيشكلوا هذا التنظيم ديال داعش، يعني انا استحقرت نفسي بينهم، يعني حتى وليت دابا اقسم بالله الا كنحتقر نفسي، يعني كنقول كيفاش ويلي انا كنت مع ديك الناس. من بعد كنقصب براسي كنقول هذه تجربه لولاها لما صرت على ما انا عليه اليوم، يعني واحد التجربه اللي زعما صراحه هي التي انقذتني، يعني خرجتني من واحد المتاهه اللي كنت ربما غنعيشها حياتي كامله. مي كنقول ويلي انا كنت مع ديك الناس هادو. يا كاين دروس في الحياه اللي تتكون غاليه، ولكن خاصنا نخلصوا الثمن ديالها، يعني ماشي كاع الدروس في الحياه تتكون رخيصه. ما كنتش ضد الموقف الامني تجاهي بحكم انني كنت في واحد البلاصه، هذيك البلاصه اللي كنت فيها راه بلاصه ماشي سهله، غتدخل المغرب يعني انت وليتي عسكري، اذا خصنا نعرفوك. فانا دخلت بنيه يعني فهمتي بنيه تعاون، يعني انسان عادي دخلت، يعني كانت عندي واحد الفكره لانني كنت في واحد البلاصه، من اجل كانت عندي واحد الافكار، ديك الافكار اللي ما شفتها ما كايناش. دابا حاليا كنقول باللي كيتسمى هادشي ما كاينش منه، انا يعني انسان عادي، يعني
داك الشيء اثناء التحقيق معايا وكذا، يعني كنت انا يعني عاودت على على عليا انا، يعني حكيت على راسي، حكيت على كيفاش كنت وكيفاش باش هادي وباش وصلت تما وباش رجعت. يعني ما كانش عندي مشكل، يعني ما كانش عندي مشكل بتاتا، حيت بالنسبه لي ما بقاش يعني الجهاز الامني المغربي بالنسبه لي ما بقيتش كنشوفوا ادويه في ديك اللحظه هذيك، ديك الساعه ما بقاش ادويه ديك الساعه، كي تما كنشوفوا انه كيقوم بواحد، صراحه كنشوف كيقوم بواحد المهمه اللي ضروري خصو يقوم بها. انا كنت في سوريا، واحد الارض اللي هي فيها حرب، فيها مشاكل، فيها كذا، دخلت للبلاد، دخلت للبلاد يعني كي تما، واخا انا خرجت بجواز سفر مغربي، خرجت بطريقه قانونيه ودخلت قانوني، مي البلاصه فين كنت يعني بلاصه ماشي هي هذيك، يعني نورمالمون غادي ندوز في المساءله وكذا. كنت كنستبعد انه يكون يعني فهمتي يعني مده الحبس، يعني فهمت يعني كنت كنقول غادي ندوز. ومع سولت واحد المحقق قلت له زعما دابا مني سالينا تحقيق دابا شنو، قال لي دوز شي عام وتمشي. مي المحكمه حكمت عليا في الاول 5 سنين. ملي تحكمت بخمس سنين كنت بديك الساعه كنت في قنيطره، نرجعوني للحبس القنيطره كنت كتبت، ومن ضمن ما كتبت قلت بلي كان الحمام اليوم سخون يعني كسلوني مزيان، جاتني 5 سنين بزاف. وصافي يعني فلسطين واحد القاضيه يعني شافت انني كنستحق تحيد لي واحد العام، حيدت لي عام بقيت 4 سنين دوستها، واخا ما بغيتش صراحه فهمت، حيت لو كنت صراحه باش نكون معك منطقي، لو كنت يعني باقي كنفكر بديك الطريقه، راه صراحه الانسان راه صعيب يكون كيفكر بديك الطريقه هذيك، يعني واحد الطريقه اللي هي خطيره، ما فهمت يعني اقصائيه متشده متطرفه كذا. صراحه ملي رجعت واحد الانسان يعني ركبتني، يعني باقي في سوريا باقي في وباقي في ريف اللاذقيه، وكان عندي واحد الحساب فيسبوكي، حساب فيسبوكي كنت عامل فيه، كنت كاتب فيه ابو الرميسه التطواني، هذا الحساب هذا كنت من عمرني يعني ما كنت يعني فهمتي كنهضر، واخا انا تما في سوريا عرفت شنو انت في سوريا، يعني في واحد البلاصه اللي راه قوي اللي راه كيتم حتى شي واحد ما كيحكمك، حتى شي نظام عالمي ما قادر يحكمك، ومع ذلك فكنت كتخرج يعني كيخرج شي صوت يعني مغربي او كذا كي من ديك التهديدات العشوائيه للمغرب او شي جهه، كنت انا كنخرج من تما وانا باقي في سوريا كلهم شنو هاد الفوضى، شنو هاد كذا، شنو هاد الطاطا، شنو هادشي اللي كتعنوه، هادشي ما خصوش يكون، وهذه فهمت. فكنت كنقول وهذا الشيء على القناعه، يعني من سوريا وقع عندي واحد التحول، يعني صدمه، والصدمه الاولى صراحه شوف رغم ديك البشاعات وديك الافعال اللي كتقوم بها داعش وديك المصائب، الانسان اللي يفكر بعقله كيفتح عينه بين الناس اليوم جهال، ناس دون المستوى، ناس ما كيعرفوا حتى حاجه، كتلقى راسك بحال اللي راك في شي باديه، ديك الباديه الناس ديالها ما كيعرفوا حتى حاجه، انت كتهضر بالفرنسي وهما يلاه كيهضروا ديك اللهجه ديالهم بالدرع، صعيب بزاف. يعني كنقول وايلي واش انا كنت كنحسب في راسي زعما كنفهم، كنقول انا واحد يعني عندي واحد واعي شويه، يعني ماشي حتى لديك الدرجه. ملي تحطيت وسط ديك الناس يعني حسيت بواحد، بقيت كنحتقر نفسي، كنقول ويلي هادو هما الناس اللي غيحكموا العالم، هادو هما الناس اللي غادي تقوم بهم يعني دوله اسلاميه وخلافه، هاد النماذج ديال الناس اللي مكلخين، الناس اللي ما عندهم حتى شي مستوى، خلينا من الناس كيقولوا يعني من المستوى، الانسان ما ناضش اصلا، الانسان مراهق ما كي حتى حاجه، الانسان دغيا كيغضب، الانسان دغيا كي فهمت يعني يقدر لي والو، يعني ما كاينش وعي بتاتا. خلينا من السياسات ومن التحولات ومن التغير اللي واقع دابا حاليا في العالم وكذا، هاد الامور اللي كتمام كيناش، يعني الانسان ما قدرش حتى يعني يتفاهم مع واحد الانسان اللي كيختلف بعض الجزئيات معك، يعني واخا يكون كيتبنى نفس المنهج ديالك، يعني هاد الناس اللي كانوا كينتميو انا هاد الدواعش ما كانش عندهم قدرة انهم يتقبلوا انسان واخا يكون عنده المرجعيه بحال ديالهم، ويكون عندهم كيتم يعني نفس يعني يكونوا بحال بعضياتهم، بمجرد ان الانسان كيختلف معهم وانكم ماشي دوله كتحس براسك اللي راك عرضتي نفسك لواحد المشكل،
ضمن الامور اللي كنسلطها هنا ربما هذه اللي راني نختم بها اذا كان اذا سمعتي. نعم 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 اكيد تفضل عزيزي. كنت كنقول بلي ما كايناش دوله، ما كايناش خلافه، كاين مجموعه كتجاهد كتقاتل. هذه في البدايه الايمان ديالي بالجهاد والجماعات الجهاديه كنقول لهم انتم ماشي دوله، انتم ماشي خلافه، انتم مجموعه كتجاهد كتقاتل من اجل الوصول الى واحد الغايه اللي كتمناها الامه. ثاني حاجه كنقول لهم بلي هاد الزيجات اللي كيوقعوا دابا طرف ناس اللي هما خارج من سوريا وكيتزوجوا بسوريات وكذا، كنقول ما هادشي اللي كتعملوا فيه ماشي هو هذا. ثم داخلين من اجل انكم تجاهدوا ياك، يعني نتوما عسكر، فكيفاش غادي تزوجوا بنات اللي هما هنايا في سوريا ومن بعد تقدر يوقع ما يوقع وتضطروا انكم تخويوا ويوقع مشكل وداكشي اللي وقع دابا. ثالث حاجة كنت ضد سفر الزوجات مع الأزواج ديالو. انت كتقول ماشي كتقول بها نفسك لله، ماشي تجاهد، ماشي الغابة ما تعرفش شنو فيها، علاش غتدي ولادك؟ هذه أمور بسيطة خيشة، بسيطة بزاف، يعني ملي غتسمع غتبان لك يعني ما تمنع حتى حاجة. نو نو مفهوم مفهوم، أنا عارف لأن تنقارن دائما مع التجربة ديال البوسنة نفس الشيء. مي هما كانوا كيشوفوها انها واحد الدعوه الى تشتيت الصفوف ودعوه الى باش ان الانسان، لان هما كانوا كيبغيو ان يجيب نادام ويجيب ولادو ويجيب النساء ويجيب كذا باش يشكلوا بنادم باش يخليو لك ديك الشغل ديال العنكبوت، فهمتي؟ يديروا لك ديك العش العنكبوت باش تبقى واغل ما تقدرش تحرك. كنشوف راسي ديك الامور اللي كنت كنعرضها ماشي شي امور كبيره، يعني في السياسه ديال التنظيم ولا في التعامل ديالو مع امور بسيطه، وكنت غادي نعرض راسي انني مدع. وصراحه انا لو كانوا شدوني كنت من الناس اللي ربما كنت تشوف شي فيديو اللي واقف حدايا مورايا شي اربعه وعامل الله اكبر محمد رسول الله وحاطيني هيدا، وربما جبرني كنبكي ولا قدر يعطيني ربي الصبر ونثبت وجبرهم كيقطعوا لي فيهم قاعده شويه شويه. اقامه الحد على على المرتد. المهم لحد الان ما مازال في الحياه. هنيئا لك صديقي، شكرا بزاف خي رشيد على هذا اعتداز طاير الوقت، كان ممتع بزاف، كان هذا الحوار فيه بزاف ديال النوستالجيا، سيرتو انت من تتهضر تنفهمك مزيان، يعني ما هو كاين الفرق الفارق ديال الوقت كاين، لكن داكشي ما تبدلش. ولد الدومين ليلى سعيد عزيزي، وهنيئا لك، هنيئا لك، حياه جديده، حياه جديده. شكرا بزاف هشام، شكرا بزاف، تحياتي لك، باي باي.